strong. عسلامة ومرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بكم في برنامج جديد لنناقش لنفهم ونتطور. معنا موضوع مهم برشا، موضوع مهم لكل أب وكل أم يحبوا يفهموا ولدهم. مش نطرحوا موضوع بعنوان التغيرات النفسية للمراهق. معنا ضيوف كرام، معنا مدام أنس أستاذة إعلامية، معلمة خبير لدى مايكروسوفت لمدة سنتين، سفيرة في عديد المنصات التعليمية ومدربة معتمدة في مهارات الدراسة واستراتيجيات المذاكرة الحديثة. ومعنا مدام نوال، مدربة دولية في التنمية البشرية. عسلامة مدام أنس. عسلامة، مرحبا بكم. شكرا أميمة، شكرا راديو أنتي على الاستضافة. موضوع يهم الناس الكل، ما نجموش ما ندخلوش، ما نجموش ما نشاركوش فيه. شكرا. عايشك. عسلامة مدام نوالي. عسلامة أميمة، عسلامة مدام أنس، عسلامة كل متتبعي إذاعة أنت في ليلة السبت في برنامج جادل لنفهم، ناقش وجادل لنفهم ونتطور. والليلة موضوع مهم برشا، التغيرات النفسية لدى المراهق. ذا الحقيقة موضوع نشكرك عليه وميمة على الاختيار الجيد، على خاطر فماش عائلة ما تحتاجش للموضوع هذا. يعيشك مدام نوير، نشكر الفريق الكل اللي ساهم في البرنامج والحلقة هذه. مش نطرحوا برشا نقاط، أول حاجة مش نحكيوا على فقرتين. الفقرة الأولى مش تكون الأسباب والمسببات إلا تتسبب في التغيرات النفسية للمراهق، والفقرة الثانية مش نحكيوا على الحلول، كيفاش لازمنا نحكيه مع ولدنا، كيفاش لازمنا نطمنوه. هذا كل في حلقتنا الليلة مش نحكيه فيها. قبل ما نبدأ موضوعنا المهم، مش نتفرجوا على فيديو. إعداد وإخراج مدام أريش هاشم. المشاكل صياح عياط تكريتيك، الكلمة الحلوة ما تدورش، نفسيته بدات تدمر ولا تضعيفة وهشوشة. أما هذا صاحبنا تميم من عائلته يلقى كان التشجيع المحبة والمودة. الشيء هذا خلاه حتى في المدرسة كيف يتعرض لانتقادات ويضحكوا عليه صحابه ما يتأثرش، على خاطر درع ثقة في النفس اللي تبنيله في الدار يخليه عزيمته قوية وواثق من روحه. أكثر من هكا تميم تعلم أنه يداوي بالكلمة الطيبة صحابه المهشاشين ويقف معهم حتى تتعزز ثقتهم في رواحهم ويتعلموا يقاوموا ويقفوا على ساقيهم. مشيت الأيام وجيت الأيام وكبروا صحيباتنا الزوز وولاوا مراهقين. تميم بدا يحقق في أحلامه وانطلق في طريق النجاح، لكن الثنية ما كانتش سهلة، وكمراهق حساس تلقى انتقادات من ناس كان يعتبرهم قدوة. كلام هبط عليه كالصاروخ، زعزعه وحطمه. كلمة واحدة نسيته في فرحته بنجاحه، كلمة ما جاتش في وقتها، في فترة مراهقة، فترة اكتشاف الشخصية وبنائها، فترة حساسة خليته ينزوي وينعزل ويبني حاجز حصر فيه روحه. لكن نوارة اللي زرعها في صغره في الصحبة الطيبة أزارت اليوم. وصاحبه ياسين كان أول من مدلو يده باش يعاونه، شجعه، ذكره في نجاحه، ذكره في تعبه، قال له برشا كلام خلاه يفتح له قلبه وينور له طريقه من جديد. خلاصة هذا الكل، ما تكونش من الناس اللي كلمة تهزك وكلمة تحطك، كون من الناس اللي الكلام كله ياخذه بصدر رحب ويبني به سلم نجاحه. الكلمة عندها قوة أكثر من اللي نتصوره. نشكر الفريق الكل اللي ساهم في الفيديو هذا. نبدأ مع مدام أنس. مدام أنس، شو معناتها مراهق؟ كانت تفسر لنا وقتش وش معناتها مراهق وقتش تبدأ سن المراهقة؟
عايشك، ميرسي أميمة، يعطيكم الصحة على الفيديو، مزيان ياسر الإخراج. المراهقة بالنسبة ليا من تجربتي الشخصية والمهنية والاطلاعي على الموضوع حتى من الناحية العلمية زادة، بالنسبة ليا هي ولادة جديدة. يعني المراهق في الفترة هذيك يعيش تحول كلي في شخصيته، والتحول هذا يعيشوه العائلة كما يعيشوا ولادة طفل جديد بكل ما فيها من تخوفات، كل ما فيها من فرحة، من خوف، من مفاجآت، من حاجات ما لا تفسر. يعني مش بالضرورة كل شيء عنده تفسير منطقي واضح نجموا معناتها نحللوه ونجموا نفسروه. ببساطة هي تغير يأثر على المراهق بيدو وعلى العائلة بدرجة أولى، خاطر بطبيعة العائلة بالأخص العائلة اللي تبدأ مش متحضرة إني ومش مستعدة إني تتقبل كل تغير وكل المفاجأة هذيك، إنه إنسان مستنسين به في تصرفات معينة وبمنهج معين يتغير مرة واحدة. احنا في التعليم، يعني بالنسبة لي نقري في الإعدادية، صغيرات يجيونا من المدرسة، صغيرات يخرجوا من عنا رجال ونساء ما شاء الله، يعني بالحق نشوفوهم كيفاش كانوا وكيفاش يوليوا، والفترة هذه كنعيشوها معاهم، معناها أكثر يمكن حتى من عائلاتهم، يمكن عائلاتهم يعيشوها كما قلت أنت في النقاط اللي طرحتها باختراق، يعني مش فاهمين. احنا في القسم الحقيقة متاع الطفل هذاك ولا المراهق هذاك نشوفوها في القسم، خاطر يبدأ بشخصيته الحقيقية المتحولة المتغيرة المضطربة، يبدأ هو في القسم. في الدار يبدأ يخبي خاطر يخاف لما يقبلوش العائلات بصفة عامة، احنا في تونس بصفة عامة حتى معناتها ما احناش متعودين على قبول الاختلاف بصفة عامة، وهذا هو اللي صعب المهمة على الوالدين، خاطر ديما يحاولوا يعالجوا الموضوع بالمنطلق تجربتهم الخاصة، الصورة اللي محضرينها لولدهم ولا لبنتهم واللي يحبوها تكون مثالية. يعني المراهق يمكن أكثر حاجة تقلقه معناتها وأكثر حاجة تصعب المهمة على الأولياء هو إنه هو يحب يفرض روحه كيما هو، وهو أساساً مازال ماهوش ستابل 100%، والأولياء ساعات ما يقبلوش الشخص هذاك الجديد اللي مش يدخل في حياتهم واللي مش يفرض وجوده باختيارات نجم تكون ساعات صحيحة نجم تكون ساعات غلطة. هو أساسا مازالت قدرته على الاختيار وقدرته على التمييز بين الباهي والخايب، قدرته على أخذ القرار مازالت ماهيش مكتملة وماهيش مش تكتمل الفترة معناتها باهية ياسر، معناتها نقول احنا علميا في الدماغية قدرته على الـ أخذ القرار يعني محسوب في 25 عام. يعني قبلها ديما الشاب عموما محتاج إنه يكون مؤطر، أما في كل مرحلة بطبيعة بدرجة مختلفة وبطريقة مختلفة، وهذا هو اللي الحق لازم يكون فيها برشا سوبلاس من عند الأولياء، إنهم يتطوروا مع تطور الصغيرة نتاعهم. وبالحق لازم يقراوا ويحلوا عليها الكتاب، الحكاية برشا برشا برشا، خاطر سي با فاسيل الحقيقة. يعني أنا نحكي لك يمكن نباشر فيهم المراهقين كل يوم ونسمع ومطلع على الموضوع ومهتمة ونتبع مع أولادي، سي أوتخ شوز، معناها إني نعرف إي نعرف، أما كي جي نطبق مع أولادي خاطر تدخل فيها الجانب العاطفي والخوف وبرشا حاجات. يعني علاقة الأمومة مش كيما علاقة أستاذة ولا علاقة ولا طبيب ولا مش كيف كيف، يعني باش تنجم تكدريها بالباهي بالباهي وتتصرف بالصحيح مش ديما ساهل الحقيقة. يعطيهم الصحة الوالدين وربي يعينهم، بالأخص في وقتنا تو بالحق معناها اختلاف كلي، يعني شونجمون توتال بالنسبة للي نعرفوه احنا قبل. يعني اذا بالحق مدام أنس، هي الحاجة الوحيدة إنه الوالدين لازم يحلوا الكتاب،
يقرأوا، معناتها ينوروا رواحهم باش تلقاهم في تطور مستمر مع صغيرهم، لا قاعد يكبر، قاعد يتطور مع مجتمع آخر، قاعد يجي حضارات أخرى اللي هو ما يعرفهمش، يجيوهم من التواصل الاجتماعي. نعطيه الكلمة مدام نويل. مدام نويل، عندي سؤال، إنه علاش ثم الطفل تكون مرحلة المراهقة نتاعو سهلة تتعداله فاسيلمون، فما تكون مرحلة المراهقة الصعيبة لدرجة إنه والديه يتعبوا معاه، تلقاه يعيط، تلقاه يكسر، تلقاه برشا حاجات معناتها يصير في الفترة هيك. علاش فما صغير يتعداله مرحلة المراهقة بكل يسر وبكل سهولة، ويقول لك إني ما عديتش مرحلة مراهقة، ما عشتهاش، عشت حياتي طبيعي، فما شكون تكون صعيبة. أميمة، إجابة للسؤال متاعك، أنا ديما نقول الأولياء برشا يتشكاو من فترة المراهقة، ولا يبدأ فما تخوف خاصة كي ولدوا يبدأ باش يقرب للسن هذه. لكن أنا عندي ديما حاجة ديما نقولها للأولياء، ما هيش فترة المراهقة هي الاختيارة في عمر الإنسان بقدر ما هي مرحلة الطفولة، على خاطر مرحلة الطفولة هي اللي تأهل وهي اللي فيها برشا مؤشرات هل انه الطفل هذاك باش يكون في سن المراهقة متاعه مرحلة عادية، مرحلة انتقالية من فترة الطفولة إلى مرحلة الرشد، وإلا العكس. هي شنية؟ هي مرحلة المراهقة إنه الطفل باش يعيش، هي مرحلة المراهقة إنه الطفل اللي كان يعيش في، مثلا نقولوا احنا في ضغط، خاطر فما برشا أولياء يتصرف مع ولده وكأنه ما هوش ذات بشرية، وكأنه ما يفهمش، وكأنه ما عندوش القدرة اللي هو باش يعبر، يبدا ديما يتواصل معاه، اسكت انت شنو تفهم فيا، انا مثلا في تعاملاتي مع المراهقين تبدا بنية عمرها 14 سنه تقول لك بابا يقول لي اسكت يا اخي انت منين تفهم ولا منين تعرف، كان هي عمرها 14 سنه ما تعرفش تعبر على رايها، ما تعرفش تعبر على الحاجات اللي تحبهم، ما لا وقتاش باش تعبر. هذا هو فالأصح اللي احنا الناس اللي تتبع فينا اليوم في برنامج جادل وناقش، انا نقول لهم اذا اولادكم مازالوا ما دخلوش مرحلة المراهقة بدلوا من طرق التعامل مع اطفالكم، حاولوا اللي انتم تعطيهم مساحة للتعبير، على خاطر كما اللي يصير في فترة المراهقة كأنك الكوكوت اللي انت تبدا تعبي فيها تعبي فيها تعبي فيها، فتصير كمرحله الانفجار. الشاب اللي ما يلقى المراهق بليتو اللي ما يلقاش مساحه باش يعبر عن الراي متاعه، كما قالت مدام اونس، وقت اللي الوالدين ما يقبلوش انه ولدهم باش يعبر على رايه بالطريقه هذيك، فاحنا لهنا كما ديما نقول لهم افصلوا بين ولدك وسلوكيات متاعه. أنا نقبل ولدي كما هو ولدي اليوم وغدوة في سن المراهقة وفي سن الشباب وفي الكور، هو ديما ولدي، لكن السلوك هو اللي نحاولوا نعالجوه، وإذا احنا نحب نبدلوا سلوكيات أولادنا فيلزمنا في البداية تبدأ منا احنا. في الغالب إنه في المراهق هو الطفل في مرحلة الطفولة العلاقة الكبيرة تبدأ بالوالدين أكبر، لكن في مرحلة المراهقة خلينا نقول لك حتى من اللي التلميذ يبدأ عمره 10 سنين، معناها حتى مازال ما بدأتش معاها المراهقة بالباهي بالباهي، تبدأ تظهر مرحلة اللي نقوله احنا كالأقران الأصدقاء. ففي مرحلة الأصدقاء هذيك هو باش يتأثر وباش يتبرمج من خلالها كالأصدقاء هذوكم السلوكيات متاعهم، ففما مراهق تبدا سلوكيات ما يتغير حد شيء، هو معناه في الطفوله اللي عنده مثال اشباع للاحتياجات نتاعه، اشباع للرغبات نتاعه. المراهق هذايا الحقيقه يمر بفتره انتقال مريحه على الاخر لكل الطرفين معناها، لكن اللي يصير له مرحله عدوانيه، والا يعيش مرحله عنف، والا تكون عنده بالحق السلوكيات العدوانيه اللي هو في مرحله الطفوله ما صارتلوش اشباع الحاجيات متاعه.
بالضبط مدام نوال، اني هذا اللي مش كنتش مش نسألهولك. الاحتياجات النفسية والعاطفية شنو هو يحتاجها الطفل؟ شنو هي الاحتياجات العاطفية والنفسية اللي يحتاجها الطفل باش فترة المراهقة نتاعو تتعدى له سلامات ما ينحدرش على الطفل الطريق؟ به الطفل يحتاج للحب كما أي إنسان. راه الطفل الطفل هو احنا ديما يمشي في بالنا انه هو كائن اللي احنا نجمو نرضيوه بأي حاجة، معناتها لكن الحب هو حتى من الطفولة، اللي بطبيعة هو الحال من السن معناتها من 3 سنوات حتى يكش 10 سنوات، بعد 10 سنوات سيء، ما عادش نجم ولا نخليوه تحت يدينا لا يتعدى بمراهقة معناتها سلسة كما نقولوها. سيء تات 10 سنوات معناتها كان هو ما تشبعش بالحب هذاك، معناتها ولا مراهق، ولا معناتها مراهق صعيب هكا. هو مش ديما هكاك، خاطر تسلم. احنا في بعض الاحيان تصير انه الوالدين تصير فما اخطاء، فيجي يقول لك يا اخي صييت وولدي ضاع مني، راه ما فماش حاجه. كيفاش يقولوا هما، يقولوا حتى لو كان الحاجه تجي متاخره ولكنها توصل باش تنفع، معناها توصل انها باش تفيد الطفل. فاحتياجات الطفل هي الاحتياجات اللي اي انسان اللي يحتاجها، اي انسان اللي هي انه هو يحتاج للامن، يحتاج انك باش تقدره، يحتاج للمحبه، يحتاج انه هو باش يحس اللي هو ينتمي العائله، يحتاج اللي هو الاحتياج للمعرفة انه باش يتعلم، الاحتياج لاكتساب مهارات يومية. فانت مثلا ما تبداش تقول له لا هك ما تعرفش، ليه؟ هو من الاخطاء باش يتعلم. حتى اذا غلط، هو في بعض الاحيان الوالدين يخافوا من الخطأ، لكن الطفل مش باش يتعلم. يا اخي تو مثلا اي ولي هو نتاج لشنو؟ احنا رانا ماناش نتاج للحاجات الايجابيه، نحن نتاج للاخطاء، احنا تعلمنا من الاخطاء نتاعنا، فعلاش ما نعطيوش لاولادنا المساحه اللي هو باش يغلط؟ هو يحتاج للترفيه، يحتاج للعب، يحتاج انك باش تنمي القدرات العقليه نتاعو، يحتاج للامان، يحتاج انه باش يحس بالاستقلاليه، انك باش تعطيه مساحه من الاستقلاليه، مش اللي تقوله انت هذاك هو وتبدا انت تهز وتجيب للمدرسه. فلهنا الطفل في سن المراهقه اذا ما يتمش اشباع الاحتياجات هذه، تاكد انه في سن المراهقه باش تكون فما برشا اشارات سلبيه. منك يا أمام وما يمكن عندها مشكل الإنترنت كونيكسيون. أكيد. السلام عليكم. أمين منك. مدام أنس، مدام نوال، باش نتفاعلوا مع البرنامج حتى تعود أميمة في البث الوطني. الفيديو اللي قدمناه يعني فيه يعني قضية الطفل، طفل أول يعني في ظروف عائلية يعني صعبة، تقريبا الجو العام كله فيه تشنج، فيه صراع، فيه عنف لفظي أو مادي، وفي طفل آخر يعني عنده عائلة متفاهمة، عائلة تقبل، تفهم الصغير، تتفاعل معه إيجابية. هل هذوما العائلتين يعني نجوا زوز شبان، شاب متوازن وشاب غير متوازن، ولكن في أول حادث تصدم فيه طفل تميم يعني لقي التفاعل الكبير عليه وعاش عليه، هو أنه اللي زرعه في صغره كيفاش يعني يتعاون مع أصحابه كل شيء، وأصحابه وقفوا معه في أول حادثة. هذه النفسية متاع الطفل الهش، يعني نفسية الطفل أنه يصدم بحوادث أثر على نفسيته، شنو دور العائلة في إنها تصقل تنمي طفل متوازن؟ يعني العائلة شنو دورها باش توفر لنا طفل متوازن؟
الكلمة لا يا سي أمين؟ الكلمة لك مدام أنس. هي العائلة أكيد هي اللبنة الأولى لتكوين الطفل سورتو من الناحية النفسية أولا، خاطر إذا كان الاستعداد النفسي لتقبل تقلبات الحياة كان في معناها كانت الخدمة صحيحة، يعني كانت تربيتهم لولدهم من الناحية النفسية كافية بإني تخليه يقوى على أي تغير نجم يطرأ عليه، يمكن فترة المراهقة يتجاوزها بأكثر سهولة هكا، حتى وكان ما تطولش به ولا ما يحيدش برشا ولا ما يضيعش برشا، يلقى خطر باش يلقى لي غوبير، يلقى كما نقولوا المؤشر والإنارة الكافية في فكره وفي قلبه كيفاش مش ينجم يواجه الفترة هذيك. في الباب ذي فما نقطة مهمة ياسر، هي الإنصات. يعني من أكثر الحاجات، خاطر هي غير ما فماش معناتها فورمول ماجيك، يعني غسات احنا مش نعطيوها اليوم مش نقولوا مع المراهق لازمك تعمل تال وتال، خاطر كل مراهق عنده شخصية مختلفة وعنده احتياجات مختلفة وعنده تقلبات مختلفة، يعني هي حاجة امبريفيزيبل، يعني كل واحد كيفاش تصير. كما كنت نقول من بكري اللي هي تشابه ياسر الولادة طفل جديد إنسان جديد، اللي هي كل ولادة تجيب بطريقة مختلفة عن الأخرى. الإنصات، الإنصات شنو يعني؟ يعني الإنصات هي درجة متقدمة من السمع والاستماع، يعني الإنصات هي نجم نقوله عندها ناس مختصة في الإنصات، احنا عندنا في وزارة التربية، أما حتى في العائلة المفروض أنه يكون هناك درجة كافية من الإنصات للطفل من اللي هو صغير حتى لين يكبر، باش قناة الحوار تكون سليمة، يعني كما الكونيكسيون انترنت، إذا كان الكابلاج وإلا الغيزو ديبي بتاعه طايح المعلومة ما توصلش. يعني كما كان تحكي مدام أمال بكري إنه الصغير يكون متشبع بالعائلة بالحن بالتبادل الأفكار، إنه يتعلم يعبر على رأيه، إنه يكون محاط بما يكفي إنهم يقبلوه كما هو، إنهم يثمنوا كل حاجة به يعملها وما يحاسبوهش برشا برشا بطريقة معناتها مبالغ فيها على الأخطاء اللي يمكن يقع فيها أي واحد، مش يلقى روحه أكل قناة هذيك نتاع الكوميونيكاسيون نتاع التواصل تقعد ديما موجودة، حتى لو كان هو في فترة ما سيخطوه في فترة المراهقة مش يولي تأثير العالم الخارجي أكثر برشا من العائلة، مش يكون يحب يلوج مثال آخر، يحب يثبت يلندرا اللي تعلموا في العائلة واللي وراه لهم أبوه وأمه بالحق، معناها هذاك هو الصحيح وهذاك هو اللي يناسبه، يعني va mettre en doute، مش يتسائل صحيح ولا غلط. وهنا فما نقطة أخرى اللي هي القدوة، القدوة والصدق في التعامل. يعني احنا الحاجة اللي مصعبة الأمور بالحق اليوم هي أنه ما عندناش قدوة، يعني ما قبل كانت القدوة الأب وإلا الجد وإلا العم، يعني فما ثقل كبير من الناحية النفسية أنه كصغير ذاك يتربى أنه عنده ركيزة قوية يعتمد عليها ويعرف روحه اللي هو في أمان، دونك الركيزة هذيك موجودة ونجم يقلد عليها كل شخصية هذيك، يقلد عليها تصرفاتها والكل. اليوم حتى القدوة تغيرت، يعني مركز القدوة تغير، ما عادش كما هو قبل، ينجم يكون القدوة ما هوش في العائلة، ينجم يكون الأغلبية يكون من خارج إطار العائلي، بالخاص نشوف وإحنا صغار يدوم تعلقين بالمشاهير، يقول لك نحب نطلع كوارجي، نحب نطلع ممثل، نحب نطلع كذا. يعني القدوة هي اللي يمكن تعاون برشا صغير بتاعنا باش ينجم يكون معناتها حتى كي يجي يقيم الأمور عنده كيفاش يستدل يعني بالقدوة هذيك. إذا كي تبدأ الإحاطة كافية من الصغار وقناة التواصل متينة وكما نقولوا مخدومة على قاعدة، يعني زي ما نقول نسميها كيني واحد مش يخدم بروجي، يعني الخدمة تكون على أسس صحيحة، وقت اللي المراهق مش يتلفت للعالم الخارجي القناة هذيك تقعد باقي موجودة، واللي بشي يخليها ديما موجودة هو الإنصات متاع الأولياء. يعني الإنصات يعني إن نقصوا شوية من الأوامر، نقصوا من الكلمات ونسمعوا
الصغير ولا المراهق هذاك ولا الشاب هذاك شنو يقول. ينجم هو كلمة نجم تكون للولي هي مؤشر، وإلا معناتها حاجة ينجم يفهم بها مثلا شنية نوعية الإطار اللي هو يتعامل معه البر. يعني من كلمة ينجم يفهم يلندرا الخلطة متاعه سوية وإلا لا، يلندرا المخ معناتها التفكير متاعه ماشي فينا اتجاه، خاطر هو سيختن من فما برشا أسئلة قاعدة تدور في مخه كل يوم، قاعد يتسائل في حاجة جديدة، هذه شنية، هذه إيش معناتها، هذه كذا. يعني أكيد فما برشا حاجات يتسائل عليها، وأغلبية الأحيان اللي يخلق الضغط عند المراهق إنه ما يلقاش إجابة، وساعات فما أسئلة ما يتجرأش إنه يسألها، يعني يتسائل من غير ما يتجرأ إنه يسأل. احنا هذه مثلا هذه من الحاجات اللي نواجهها انا بيرسونيلمون في القسم عندي، كيف نفتح قوس باب الحوار مع التلامذه في الناحيه الشخصيه نتاعو، والحاجات اللي يحلم بها والحاجات اللي يحبها وشنو كيفاش يفكر وكذا. من الوهله الاولى ما يلقاش شنو يقولوا، يعني مبدئيا تحسهم انهم مش مستنسين، يعني مش مستنسين انهم يحكيوا على رايهم كما هو، يعني فما بلوكاج من الاول. من بعد كيف نحاول نعاونهم انهم يعبروا على رواحهم، الكل يحسوا برواحهم انهم تفرهدوا، يعني انهم فما ثقل كان ضغط عليهم وقاو كيفاش يخرجوا كل الافكار هذيك، محتاجين انهم يعبروا. يعني هنا شنو المطلوب؟ يعني ان ننصتوا من غير ما نصدروا احكام، مهم ياسر ان ما نصدروش احكام، على الاقل مش بطريقه مباشره. هنا قاعدة ذهبية لمذهبية الأولياء بالحق يحاولوا يتعاملوا بها، إنه ما نحاولوش نسقطوا تجاربنا الخاصة على أولادنا. يعني الصغير راهو عنده تجربته الخاصة، ومش بالضرورة التجربة اللي عشتها أنت واللي تعلمته أنت من تجربتك مش يكون تأثيرها وإلا تعاملها معه هو بنفس الطريقة. راهو ما يمكنش ان نسقطوا التجربة متاعنا. وهنا مش نحكي قصة صغيرة، مش نطول عليكم. فما مراهق احنا نقوله شاب صغير مازال قلبه وامه نحب نجرب نركب في التران وحدي، وستي معناتها حاجة فجئية فجأهم، مش مستانس يتنقل مسافة بعيدة وحده واحد. بالطبيعة عملوا تخوفوا الكل يقووا شدد صحيح. وهنا بالحق نرجع لكلمة الانصات، هنا فما حاجة يحب هو يثبتها لروحه بتاتخ. بوه قال له به اوكي خليك ترقف فترة حاجة واحدة، عطاه ورقة صغيرة قال له الورقة هذية ما تحلها الا اذا حسيت روحك تحب معناها حسيت بحاجة هكا مقلقتك ولا حاجة اكاها، سنو ما تحلهاش بالكل. كان العمل لك هكا، وصلوا للمحطة ركب فترة، تلعملوا فرحان ومعناها كل المشاعر والفخر متاع واحد يجرب في تجربة بالحق كما كنا نحكي، تجربته هو مش تجربة الآخر. بعد شوية بدأت ترى يمشي، وبدأتك الأصوات متاع البيبان متاع الانترفاغو هذاك الحس، والعباد داخلة وخارجة وكبار بالطبيعة وجوه غريب عليه، وبدأ يفهم معناه يسافر وحده، خاطر حس روحه بالحق وحده، وحس روحه في الإطار اللي بوهم كانوا خايفين عليه منه. جوستما بداك الارتباك يزيد بشوية بشوية، وأصوات غريبة يسمع في عباد يتكلم ودرا كيفاش، ويسمع في حديث ما مش مستانس به. تفكر بوه قال له مدك الورقة الصغيرة، مدها يلقاه إنه بوه كتب له قال له إني راني في العربة الأخيرة متاع الترام، يعني اطمئن راني معك. لهنا العبرة شنية، يعني هو خلاه يعيش التجربة للآخر، أنا ما سايبوش، مش معناتها نخلي صغير يعيش التجربة معناتها نسيبه وكهو، لا مش هذا، نخليه يعيش التجربة ونتعامل مع الموضوع كله بذكاء. يعني نحاول نكون هنا مطالبين أن نكون أذكياء أكثر من لازم، ونرجع لكلمة بكري لازمنا نحلو الكتاب باش نتعلمه لزاستيوس، خاطر ما فماش قاعدة ذهبية، خاطر هو باش يطلع لك كل مرة بحكاية، كل مرة باش يجيب لك سيناريو. أنت لازمك ديما الصد مش مقبول، الرفض ماهيش حل، التعامل بذكاء، يعني بطريقة انه الصغير هذاك لا نحطوه لا نكبتوه لا نمنعوه من انه يجرب، ما يكون زادا في امان، يكون في حفظ
في إطار يعني معقول، وكما تحبوا يحبوا البو ويحبوا الأم بطبيعة. ولا شكرا مدام أنس. هي فترة المراهقة فترة تساؤلات، كان في المدرسة مشى للكوليج حس روحه كبر، دونك يبدا يتساءل على برشا حاجات، يحب يعرف برشا حاجات. لهنايا فما اللي هي بدا ينعزل شوية على الدار ويقرب شوية للصحاب، ولا عنده برشا صحاب، تصير له كل اغترابة انه يبعد، اغترابة نفسية. لهنايا مدام نوال كان نعطيك الكلمة، اول حاجه كان مش نحكي لك على السن تاع الاغتراب، خاطر الاغتراب تبدا من سن المراهقه، اما شنو السبب انه يكون حتى اوكي مراهق صحيح، اما ينجم يكون مع امه وابوه، مش لازمك الانعزال، يمشي يقعد في البيت وحده، يولي ديما مع اصحابه وحده، انعزال، تصير له انعزال حتى نفسانيا، يولي ما عادش عارف روحه. فما مراهقين يقول لك اني ما نعرفش روحي، كما قالت مدام أمس، قالت لك ما يعرفش يعبر على روحه، ما يعرفش يحكي، ما يعرفش روحه شنو يحب، تلقاه مجهول من داخل، ما يعرفش روحه هو شنو. شنو السبب نتاع الاضطراب النفسي اللي تصير له؟ به هو اللي يصير للمراهق شنو؟ كما كانت تفسر مدام أمس انه هو ما تعودش اللي هو يسمعوه في العائلة. أنا شخصيا عشت تجربة مرتين، عملنا خلية إنصات مع المراهقين، فكان بالحق يدخلونك، معناها الناس أول مرة في حياتك تشوفهم، حالة من البكاء رهيبة، يا ولدي ارتاح، يا ولدي تنفس، يا ولدي شبيك، شنو عندك، يقول لك ما يسمعونيش، شكون؟ يقول لك أمي تخدم، بابا يخدم، ما عنديش لشكون نحكي، عمري ما حكى معايا إنسان، عمري ما إنسان قال لي شنو تحب، يقولوا لي لا يلزمك تعمل هكا، يلزمك تنجح في القراية، يلزمك تجيب المعدل لفلاني. هذايا يخلي المسافات بيننا وبين أولادنا تبعد، هذا اللي يخلي المراهق في سن المراهقة يعيش في حالة الغربة ويعيش في حالة الاغتراب. تقول لك الأم ولا البو تقول لك أنا ما نعرفوش، ما هوش ولدي هذا اللي أنا ببيته. هو شنو اللي يصير بالضبط؟ الولي يبدأ يشكي والمراهق يبدأ يشكي، وهو مزوز قناة التواصل بيناتهم ما هيش موجودة. الولي يبدأ عايش بالطريقه اللي تربينا بها احنا قبل، يقول لك وقت تجي انت تحكي معاه تقول له انت يا اخي قاعد تحكي مع ولدك، حكيت معاه علاش عمل السلوك هذاك، ولا حاولت انت تفهم، ولا حاولت تمتص الغضب نتاعه، ولا حاولت تسمعه، يقول لك انا بكري ما كانوش يسمعوني. ايه انا ديما نقول قبل، هو حتى سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ربوا أبنائكم لزمن غير، معناها ماهوش الزمن، ماهوش نفس الزمن، ماناش الزمن اللي تربينا فيه احنا نفس الزمن اللي باش يتربى فيه الجيل هذايا، ولا نفس الزمن اللي باش يتربى فيه الجيل القادم. هذاك علاش راهو الاختلافات هذه هي اللي تخلي فما طرق مختلفة في التعامل. فما نقولش انا نحب نعلم ولدي ونربي بنفس الطريقه، قال شنو انا قبل ما كنتش نهز عينيا في بابا، ما هيش مضطرب يا راهو. انا ديما نحب نقول راهو قبل ما كناش نهز عينينا في والدينا مش من قمه التربيه، لا مش صحيح، راهو من الخوف، على خاطر انت لو كنت تجرأ تهز عينيك في بوك ولا في امك ولا ترجع، فتصور انت الوضعيه اللي باش تكون. يقول لك اليوم احنا قبل ما كناش نرجعوا، خاطر ما كناش عندنا الاليات نتاع لك انت باش ترجع، ولا الشجاعه اللي هي اليوم متوفره للمراهق اليوم، وحتى مش كان للمراهق، هي حتى الطفل. انا الحق بنتي عمرها 5 سنين، شخصيتها قويه برشا، فاذا حاجه ما تحبش تعبر تقولي ما نحبهاش هيك الحاجه. فاحنا هو يقول لك هو عمره 14 ولا 15 سنه يقول لك هيك الحاجه انا ما نحبهاش، وتلقى الولي يعمل في ضغط على ولده ويحبه يعمل هيك الحاجه بالسيف. وراو لهنا خلينا نكونوا امناء وخلينا نكونوا صرحاء، راهو مش ديما المراهق هو الغالط، راهو في بعض الاحيان المربي يكون غالط. لهنا كيف نحكيه على مربي، رانا ماناش نحكيه وقت اللي نحكيه على المربي، راهو المربي بمعناه الشامل اي شخص عنده علاقه بالمراهق نجم نخطئه. فاحنا يا حبذا
لو انه الوالي ولا المربي ولا اي شخص عنده علاقه مع المراهق ياخذ نقول انا خطوه التالي، يراجع روحه، يراجع الموقف، على خاطر انت وقت اللي تكون في وسط الموقف ما تكون ما تنجمش تحكم بالصحيح في الحاجه. ننسحب لفتره من الزمن، نقعد بيني وبين روحي، نراجع السلوك نتاع ولدي، انا ردة الفعل نتاعي كيفاش كانت، كيفاش انا رجعت السلوك نتاعي، على خاطر هو شنية. مثال، انا عملت حاجه، الحاجه هذيك كانت كل مؤثر لولدي، فالسلوك هذاك انا كيف باش نعمل له مؤثر خارجي. مثال، هو مش يتغشش ولا باش يولي يصيح ولا باش يولي يعيط ولا يقول لك ما يحبوش يفهموني. انا مره نتفكر في الخليه، واحد قال لي يا ليتهم يمشي يحكي معاهم، قال لي فهمهم كيفاش يتصرفوا معانا. معناه يحس اللي هو في كوكب والدي في كوكب اخر. تجي للولي يقول لك يا اخي انا ما عندي ما نعمل، انا من الصباح للي وانا نخدم. اوكي، احنا مقدرين اللي انت تخدم، ومقدرين زاده انه والدينا قبل عملوا معانا اخطاء تربويه، لكن خليني نقول لك قبل والدينا ما كانتش عندهم الاليات اللي هما باش يتبدلوا، ما كانتش عندهم الاليات المتاحه اللي هو باش يفهمنا والا انه باش يطور من روحه. لكن اليوم هذا الحقيقه نقول انه لازمنا نستثمر في رواحنا، نقرأ كتب، جوجل ما شاء الله فيها الشيء الكثير. اذا انا استعصت علي الحاله نجم نحضر دوره نستفاد. اذا انا ما نستثمرش في روحي وما نستثمرش في اولادي الاستثمار الجيد ونطور من المهارات متاعي، انا نقول يلزم نراجع رواحنا، ويلزم انا نحضن ولدي ونسمعه قبل ما يلقى ناس في الشارع والا ناس البرة تطبطب عليه وتحضنه وتاخذه. انا باش نسالك، باش نقول لك حاجه، علاش اكثر ناس وقت اللي صار الاستقطاب في بين قوسين في الإرهاب، فما برشا تم استقطابهم من اللي هما في سن المراهقة، يعمرهم 15 و16 و17 و18 سنة. علاش الناس هذوكم بالذات؟ هو في فترة المراهقة محتاج للتقدير. كيف تجي انت تقول له يا ما نعرفش انا يا ابو طلع شنيه، ويبداوا هما يقدروا فيه الصوره الذاتيه نتاعه بلغه اخرى، ينفخوا فيه ويعطوها كالتقدير الذاتي اللي هو محتاجه. كان انا ولدي نبدا نقول له اسكت انت ما تعرفش ما تفهمش، كان هو توا عمره 18 ولا 15 ولا 16 سنه ما يفهمش، ما له وقتاش باش يفهم. انا نقول له راهو بالحق في بعض الاحيان انا نخدم مع الشباب في دار شباب، صدقني ساعات نقعد نسمع الشباب بالحق حبينا ولا كرهنا، الشباب نتاع توا، الجيل نتاع توا اهرب بينا برشا، على خاطر هو عنده كل اليات التطور المتاحه، احنا ما كانتش عندنا الحاجات هذه. احنا لا كان عندنا فيسبوك، لا كانت عندنا القدره اللي احنا باش نتواصلوا مع الاف من البشر في كامل العالم. احنا في نهاية الأمر شو كنا نعرفه؟ التليفون ما استعملناه كان بعد ما تخرجنا من الجامعة، اللي استعمل في فترة الجامعة راوك التليفون ذاك العادي، معناها كنا نتفرج على قناة 21 وقنوات عديدة، مش توا هالانفجار الهائل. فأنا ديما نقول له اقرب من ولدك، هو حتى ديننا الإسلامي يقول لك ولدك وقت اللي يفوت 7 سنين رافقه، صاحبه بلغة أخرى. أنا عندي زميل يقول لي أنا عندي 2 أولاد نخرج معاه للقهوة كأنهم صحابي، نسمعهم شنو هي مشاكلهم، كيفاش عدى نهاره، شنو الحاجات اللي قلقته، شنو هي الحاجات اللي فرحته، فنسمعه. إذا أنا ما نخصصش لولدي، نقول أنا مش برجع 10 دقائق، إذا ما نخصصش كل يوم لولدي 10 دقائق، فلهنا نقول بالحق يا خيبة المسح، على خاطر يمشي في بالنا. يقول لك الولي ساعات يقول لك والله نعطي فيه في الفلوس، انا ساعات اقول له ما عادش تعطيه يا خويا الفلوس، ما هياش علاقتي بولدي. انا صدقني اميمه ومدام انس والناس اللي يسمعوا فينا، في خليه الانصات هذه فما بنيه قالت لي علاقتي ببابا ديستريبيتور في بنك، بالحق
صدقوني الكلمة كيف قالتها، أنا ما نعرفش الولي، لكن نعرف هالمراهقة اللي قاعدة قدامي في الجلسة. الكلمة اللي قالتها هي متألمة منها برشا، وأنا ألمتني برشا، فكأنه علاقتنا بأولادنا ولات جافة، ولات العلاقة العاطفية انعدمت. خذوا هات، جيب لي معدل نعطيه، فكأن ولينا بالحق. معناها تقول لنا مدام عادلة، وسائل الاتصال هي وسيلة إساءة الشباب، أساء الشباب استعمالها، وأصبحت تقمن للأسف، والرفقة والأصدقاء ليست دائما جيدة. إيش قلت؟ إحنا شنو قلنا؟ ولكنه سواء إيجابي وإلا سلبي هو عامل مهم في برمجة المراهق، وفي انه باش يعمل له برمجة جديدة وباش يتعلم حاجات جديدة. فكأنا ما بديش عندي معرفة بالعالم اللي عايش ولدي خارج إطار الأسرة. إذا أنا من اللي يخرج لين يجي، في بعض الأحيان يقول لك ولدي ياخذ الكار يعدي نهار كامل. أنا ساعات نقول له الحاجة اللي أنا توجعني، الوالي يبدأ من السنة أولى للسنة السادسة ابتدائي كل يوم يهز ولده للمدرسة، السادسة ابتدائي الصباح يهز، القايلة يجيب، العشية يوصل، الخمسة يمشي يعرض، يهز الكرتابلة. وقت اللي يدخل يوصل للكوليج تنقطع العلاقة. معناها إيه؟ أوكي، مانيش باش نهز كل يوم، مانيش باش نجيب كل يوم، ولكني نعمل نتصل بالإدارة، شنو ولدي؟ شنو علاقاته؟ كيفاش يتصرف؟ خاطر ساعات انت في بعض الاحيان يجي مثال الولي يحكي لك صور على ولده. ان احنا سوى الاساتذه ولا احنا في دور الشباب ما تبداش عندنا هك الصوره اللي يجي يحكيها الولي. الولي في بعض الاحيان يهول برش السلوك، يعمم برشا، ينسى بالحق الايجابيات متاع ولده الكل. مثلا اذا الطفل عنده مشكل في الدراسه، يولي اي حاجه ايجابيه يلغيها من عالم من عالم المراهق، ويتولي كانك النقطه هذيك ويركز عليها. فانا نقول له لهنا بسط الامور، اعتبرها مرحله انتقاليه. قد ما انت باش تحسن التصرف، وقد ما انت باش تعرف كيفاش تتصرف مع ولدك وتقبله كما هو. وقت اللي يغلط هو ولدي، وقت الصحيح انا نثمن هك الحاجات الصحيحه، نثمن العلاقات الايجابيه نتاعه. وقت اللي يغلط زاد نفس الحكايه، نخليه ونشجعه اللي هو باش في نهايه الامر انت ولدي في كل احوالك، وديما نحسسه بمحبتي اللامشروطه. مش وقت اللي انت تعمل حاجه انت ولدي، وقت اللي تغلط ولا حاجه لا انت شنو ولد الجيران. في بعض الاحيان يجي يقول لي ولي والله ما هوش ولدي. كنا مثلا بالضبط مدام كيف نوال، يغلط، كيف يغلط غلطه ولا حاجه يقول لك لا يا اخويا مش ولدي، ما انا ما ربيتوش حق. ايه هو غلط؟ كيف هو يبدا باهي محلاه ولدي كاكا ونبدا نهز فيه. وقت اللي يغلط لا، في الإيجابي هو ولدي وفي السلبي هو ولدي، وأنا نحضن ونطبطب عليه في الأحوال الكل. بالضبط مدام نوال، يعطيك الصحة، شكرا. نذكر المتابعين أنه فما رابط في أول كومنتات ينجموا يشاركوا معنا في 3 كلمات، يعطيونا 3 كلمات حسب رأيهم في الموضوع اللي نحكيه فيه، التغيرات النفسية للمراهق، ومشاركتهم مش تظهر ديريكت، مش تظهر ديريكت في الكرام معنا. دونك المتابعين الكل ماذا بينا كان يشاركوا معنا في أول كومنتات، فما رابط تكليكيو عليه تلقاو فوتينغ، تلقاو تروا مو تكتب مثلا لهنا، فما شكون كتب الحوار انه تغيرت نفسية المراهق لازم حوار باش تحكي مع صغيرك، فما قبول الاختلاف، فما تغير خضري، يجب الاطلاع على الموضوع، لازم تعرف انت ولدك فاش قاعد يمر. لهنا مدام انس مش نعطيك الكلمه، انت كاستاذه وتقابل برشا طلاب من كل الانواع ومن كل الفئات، من كل البيئات اللي ترى كل واحد تربى في بيئه معينه، فما شكون تربى في بيئه معناتها كلها حب وكلها حنان، تلقاه هذوك ديما متميزين وديما متالقين، فما شكون تلقاه ناقص حب ناقص حنان ناقص تقدير.
كتلقاه منحرف قليلا، ما نقولوش منحرف فرد مره، احنا نقولوا منحرف قليلا، كيفاش تنجم تخليه يقرب لك يجي يحكي لك؟ فما برشا تلامذة يجيو يحكيو باستاذتهم والا الاستاذ وما يمشيش يحكي لبوه وامه. انت كيفاش تحاول تاطرو، تحاول تطمنو، تعطيه الاطمئنان باش هو يجي يعطي فيك الثقه؟ شكرا أميمة. سيدنا علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعلمون، يعني الفكرة في طريقة الكلام معهم، يعني انتقاء الكلمات مع النوعية متاع الشخصيات اللي يقولوا احنا متجرأة ولا متمردة على اللي دايرين بهم الكل، يعني تحب تتحدى اي اطار يحب يغير منه، بس هو وصل للنقطة هذيك اكيد فما رفض من العائلة، فما رفض حتى من الاطار اللي فيه، وفهم فما رفض حتى من الاطار المدرسي اكيد، خاطر يبدا عنده سلوك غير مقبول. هذا نعيشوه معناه كل يوم. وقتاش تنجم نوعية من الشخصية هذه نجم توصل تتعامل معها؟ نرجع لنقطة القبول، يعني هو في الحالات الكل كما كانت تقول مدام نوال توا، في الحالات كل هو تلميذي هكا ولا يعني متميز ولا مش متميز، هو تلميذي. الحاجة الوحيدة اللي بتبيع نحطها في إطارها من أول نهار نتعرف عليهم ويصير ما بيناتنا يعني مشاركة في الأفكار، إنه الحد الفاصل ما بيني وما بين الكلام ده نتاعي هو الاحترام. يعني مادام الاحترام لم الحد بتاع الاحترام لم يخرق، نجموا نتعاملوا مع بعضنا حتى لو كان انتظاراتي كأستاذة من تلميذي ما كانتش في المستوى المطلوب. يعني ما يكونش طريقة كلامي معاه تتجه بالأساس لسلوكه السيء، نحاول نخاطب حاجة باهية فيه. أول ما نبدأ نخاطب الحاجة الباهية فيه سلوكه يتغير معايا، يعني يخرج من عندي نجم يرجع للسلوك اللي هو مستنس به، يعني ونجم يمشي للمربي آخر ويعمل معاه هكذا. يعني الفكرة في أنك كيفاش حاورته، كيفاش خاطبته، هو يعرف هو فما كود مستنس به، كود ديما يسمعه، هو اللي مقلقه، هو اللي موصله النقطة هذيك الكلمة هذيك اللي ما نقولهالوش ببساطة. وديما كيما نفرض الاحترام في سونس معناها هما باش يحترموني انا زاده كيف هو في الاخر انسان مختلف، المفروض ان الناس الكل مبدئيا نحترموه، ومن بعد اذا كان صار معناتها سوء سلوك هذاك نتعاملوا معاه السلوك ونعالجوه ونقوموه، والانسان يقعد ديما يستحق التقدير. هنا في بكري تحكي مدام نوال على انه كي يخطئ شنو نقولوا له، كيف يعمل حاجه بيا نفرحوا به، كيف يخطئ ان ننفروا منه فرد مره وما عادش معناتها نقربوه منا، والا نوليو نوبخوه، مش نلومو على التصرف، نوليو نتجهوا للشخصيه ونحاولوا نجرحوا فيها، وهذا هو الخطا. الصغار قبل الساعة وهما صغيرين قبل ما يوصل حتى لين يعمل أخطاء اللي تخليك توصل إنك تتبرأ منه ولا تتبرأ من الخطأ متاعه، يعني تولي تتفادى إنه ينتسب لك أصلا، كما هي قالت لمحالة هي فيها يمكن مبالغة، ما هو موجود أكيد هذا موجود. الحاجة مش نحاولوا توا في المرحلة هذه من الحصة شوية هكا توصيات، إن نحاولوا نصنعوا موانع ذاتية، نزرعوا موانع ذاتية عند صغارنا من الصغر. الموانع الذاتية كما كانت تقول مدام نوال بكري نعلمه صغيرة إنه يقول لا، إنه يقول لا على الحاجة اللي ما تناسبوش. يعني كلمة لا ما عمرها ما كانت كلمة قلت فيها قلت تقدير ولا قلت تربية، وإلا كما احنا تربينا ما نقولوش لا، ما لازمش نقولوا لا خاطر هذيك كلاسي مرفوض يعني بالاساس. هنا احنا في اطار اخر ما فماش ما ينجمش يقبلها منك، يعني اذا كان انت تفرض عليه انه يقبل حاجه هو ما يحبهاش من الاكيد انه مش يلوج اطار اخر والحاجه هذيك مش يعملها اكيد. دونك انت قبل ما نوصلوا ساعه انه يولي عنده اختيارات خاطئه، تعلموا يختار ساعه
لازمك تعلمه يختار. من نبداو من التربيه الاولى، كي يجي يلبس حوايج يقول لك لا نلبس هذه، تقول له لا ما تلبس كان هذه، يعني تفرض عليه رايك. هو لهنا تنجم تعطيه اختيار، اما يعني مقنن، تعطيه اختيار ما بين حاجتين، ثلاثه حاجات، مش تقول له الاختيار في المطلق، يعني تكون مشاركه معه في الاختيار، ما هو يحس روحه قرر، هو كان صاحب قرار في حاجه تخصه هو بالذات، وهذيك تمشي معاه بشويه بشويه. نقطة أخرى أنه مشاغل الحياة وما نعرفش، ما فماش حديث كل يوم مع بعضنا، وما عندناش وقت، وما عنديش وقت باش نقعد نحكي، ومانيش ناقصة اكسترا، اللي نسمعوا فيه يعني، ونشوفوه حتى احنا كأساتذة أنه فما عزوف من بعض الأولياء أنه ما يجيوش يسألوا على أولادهم أصلا، ولا حتى كي تبعث لهم ما يجيوش، وهذا موجود للأسف. أنه الحوار اليومي مهم، يعني الصغير راهو مش من يوم اليوم، هو من ساعة ساعة الله أعلم فكره شنو جا فيه، يزمك تتفقد هيك الباز دو دوني، هيك الكم الهائل من المعلومات اللي قاعدة تجيه من الانترنت، وتجيه من التلفزة، وتجيه من أصحابه، وتجيه من كل بلاصة، ويحاول يحللها ويحاول يفهمها، هو ما عندوش القدرات الكافية باش يفهمها بالصحيح. يلزمك أنت تكون على الأقل ديما موجود، موجود مش كما نقولوا بالكم، موجود بالكيف. يعني انت في 24 ساعة مش مطالب انك تكون 24 ساعة معه، وإلا تعدي معه ساعتين ثلاثة كل يوم، نجم انت في ربع ساعة بطريقة ذكية، ونرجع لأننا نزلنا نحلو الكتاب باش نعرف شنو هي الطريقة الذكية اللي نجم نتخذوها باش نجم نخليه صغيرنا يحكي لنا شفما، ولا نفهمه منه شنو اللي مقلقه، ان يكون فما ديما وقت معناها مثمن ثمين، ان الشاب هذا ينجم يحكي شنو اللي صار، وشنو اللي مقلقه، ولا شنو الموقف اللي صار حتى مع اصحابه، وفرصه بستدرجوه كي تصير حاجه مع حد ان نشوفه هو رايه، يعني بطريقه غير مباشره شنو رايه في موقف صار مع حد اخر، يمكن على روحه ما ينجمش يحكي بصفه مباشره، يخاف والا يتردد، لكن يبدا الحديث على حد اخر، والا نفتعل احنا بيدنا الحوار. يعني إذا كان أنا نقول زعما صغيري يجيش البالو هكا، يجيش البالو باش يخالط المجموعة هذيك ولا العباد هذوكم، يعني نتسائل، أنا مانيش معاه 24 ساعة دوك، أكيد مانيش نجم نتبعه كيما هو صغير نهز فيه للمدرسة ونردو متابعته 100%، دوك أكيد فما حاجات باش تفوتني، كيفاش باش نجم نطلع على الأشياء هذيك والحاجات هذيك طريقة غير مباشرة، مش بالتدقيق اللي يخلي المراهق هذا يتخنق. نجم نحكي له حكاية، نحطه في إطار، نحكي له على مثال بعيد علينا جملة، جست باش نناقشه الوضعية ونشوف رأيه في الوضعية هذه، مهم ياسر، خاطر هو كي تبدأ حاجة ما تعنيوش بصفة مباشرة ينجم يعطيك رأيه الحقيقي يعني، وهنا تفتح معه فرصة، تكون فرصة مش تفتح معه الحوار، وتوصل له الأفكار السليمة. يعني اذا كان انت ما تصنعش مجال لزرع الافكار السليمه، اكيد فما شكون مش يزرع افكار غير سليمه في بلاستيك. ونقطه اخرى نحب نزيدها، دور التكنولوجيا اللي برشا اولياء يهابوا منها ويهربوا منها ويسكروا الباب، لا فيسبوك لا تليفون لا انترنت لا اورديناتور لا حد شيء، باش نحمي صغيري، وهذه الطريقه بتاع قبل بتبيع كل شيء، لا واللي قال لا ما كلمه لا ما فيها بلا، يعني سهله سكروا كهو توا، ما عادش تجي الحكايه، خاطر نرجعوا للحديث حديث الناس بما يعرفون، هما راهم مطلعين على معناها، ما نحكيلكش على درجه التطور اللي قاعدين يشوفوا فيها. مثال بسيط، الامثال المسلسلات التركيه مثلا، حتى الجماليه نتاع الصوره، جماليه الصوره تترسخ في الذهن نتاعو، ويراو اللي مفروض ان الدنيا تكون مزيانه كيما في المسلسل، دونك يتلفت لدارو ما يلقاهاش مطابقه، يكره روحه يكره داره يعني، من غير ما يشعر، يعني شيء مفروض عليه. هذه من نقاط راهي المؤثرات الغير مباشره اللي تاثر في اللاوعي نتاع المراهقين الكل، وهي مخطره، ونشوفوها بالاخص ما كل المغرومين بالانستغرام برشا، يعني نقولوا احنا كل مهووسين بالانستغرام، يوصلوا لدرجه انهم متصورين ان العالم الحقيقي هو العالم اللي يراوه في الانستغرام، ويتصوروا ان العالم اللي داير بهم غلط، خاطر لازم يكون شبيه بالانستغرام، يعني يولي هذاك هو الريبير نتاعهم. شفت كيفاش؟ دونك اذا كان احنا ما عندناش وعي بهذايا الكل،
وما نفت... ما نحاولوش نفتحوا المجال للحديث هذا كل اكيد نفتحوا زاد الفرصه انه تتحل متاهات قدام المراهق نتاعنا. شكرا مدام انس. نرحبوا بمدام امال، نورتنا يا مدام امال. مرحبا سلامه. مرحبا. هي عايشك بارك الله فيك. مرحبا عسلامة ناس الكل. وتو بديت هكا نتابع فيكم، انا في علمي بالبرنامج يبدا 9 نتاع الليل، بديتوه قبل. هبطنا 8 في الابلكيشن مدام امال. انا اليوم من يمكن من عش حسن الحظ سوء الحظ، تليفوناتي زوز نسيتهم في الدار، وعندي شويه خدمه لبرا، فجيت طول حليت نقعكم سي كونيكتي. معناتها انا مانيش كونيكتي من النهار. مرحبا بك مدام امين. كان تحكي لنا مدام امين علاش فما كيما قالت مدام نوار، قالت لك ساعات يقولوا هذا مش ولدي، هذا اللي مش ربيته بل ما جي انت. قالت لك ساعات يوصلوا انه الطفل يغلط يقول هذا مش ولدي الا ربيته في فتره الطفوله. علاش الطفل يكون عاقل يكون في فتره الطفوله، يكون هكا تقول محليه تقول مليكه وكل شيء، تو دانكو يمشي للكوليج يولي انسان اخر، ساعات يحرف، معناتها فرد مره يمشي يبعد فرد مره على دارهم ويولي مع اصحاب سوء ويولي في عالم اخر. شنو السبب؟ هي الاسباب مش سبب واحد، هما يمكن الاسباب عديده او متعدده. من بينها والسبب القوي هو انه الوالدين، مع كل احتراماتنا معناتها للوالدين واولهم والدينا، معناتها باخطائهم باللي زرعوه فينا، فما ناس خذت المشعل على والديها بالاخطاء اللي فيها في التربيه. بمعنى الحياة الزوجية قبل كل شيء هي تعليم، لأنه شبابنا ينقص ديريكت للزواج. شفت مني تبدأ الحكاية ما هيش من ولدي كيفاش ربيه، لا تبدأ الحكاية أنه أنا نهز المشعل على أمي وبابا كيفاش ربيوني، فبالتالي نحب نطبق اللي طبق علي على طفلي دون دراية دون علم دون تعلم. الساعة كيفية اختيار شريك الحياة اللي باش يشاركني كيفاش باش نتعامل معك الصغير، اش معناها او باش نعطيهم بسطوها. ساعات ام تتصرف تصرف معين مع صغير، البو عكسه تماما او العكس. الام تحب تحط مثلا منهج متاع حديث، منهج متاع نقولوا احنا تعامل مع ابنائها او طفلها، الاب عنده منهج اخر، او ديما تلقاه يحط معناتها هكا قولوا احنا ديما راي الام ما يعجبوش او ما تعرفش تربي باللغه اللي يستعملوها في الديار. معناها انت ما تعرفش تربي ولدك، ما تعرفش تتكلم، شفت كيفاش ربيت ولدك. وهذا كله هذا كله يتعدى السيناريو قدام هكا الطفل، وماشي في بالهم الطفل صغير مازال ما يفهمش كوم يلفو، مازال ما يعرفش يتصرف كوم يلفو، وهو كل شيء قاعد يسجلك فيه. الطفل يا لله مش من اللي عمره عام وعشر سنين وخمسة سنين ويعطيه في السنين، يعني الطفل من اللي هو صحيت في كرش أمه وهو عايش الأحداث معها، الباهية نقولوا احنا الإيجابية والسلبية. فبالتالي شي يقولوا معناها أنا أبوك تسمع كلامي، أنا أمك تسمع كلامي، وهو صغير يسمع كلامه ما يعرفش يعبر على روحه كما يلفو لأنه منع من التعبير. ساعة هذا يقبل كل شيء حرمان وتدخل، لأنه الإنسان ولد أو خلق حرا، فهما كبت متاع حرية. الحرية هي حرية التعبير، حرية الاختيار، حرية نحب حتى في أكلة نحب ناكل حاجة. لا طيبنا محمص، الناس كل تاكل محمص، شبيك زايد انت؟ هو في الوقت بيجمش ياكل محمص. انا نجيب في حاجات بسيطة ولكنها راهي مهمة جدا باش العباد تفهمنا اكثر. احنا وصلنا توا للعمر بتاع الصغير اللي كان في عمر يسمع في كلامي ويسمع في كلامك لانه مجبور، لانه ما خليتلوش الاختيار. يوم اللي كبر شوية ولا ينجم يعبر وينجم تنفجر خلاص وقتها، ولا ضدك تماما، ولا معاش يحترم رايك، معاش يحترم القوانين اللي انت عملتها واصدرتها وطبقتها عليه.
اللي انت بالتالي زاد مظلومه او مظلوم كاب مورست عليك سابقا، فهيك السيناريو اللي عندك يعني سيناريو يتجدد وقاعد يتداول بين الاجيال. اليوم شفت هذا اللي صاير الليله واللي صاير في برشا راديوات وبرشا اقولوا احنا عند الاستشاريين مثلا، انا في الاستشارات الاسريه عديد الامهات تجي مريضه نفسيا اصلا من ابنها او بنتها، او العلاقه المتوتره بين الابناء او بينها وبين زوجها على خاطر الابناء، والمشاكل عديده ومتعدده. والسبب الرئيسي اللي انا ديما نحب العباد تركز فيه، حسن اختيار شريك الحياة قبل كل شيء وقبله، هو نمبر وان أني أتعلم ما معنى الحياة الزوجية والعائلية قبل ممارستها، مش بعد ما ندخل لها وين نتفاجأ كيفاش مش نربيه كيفاش مش نعمل. فنتلز عندي سيناريو مسجل عندي أنا الداخل في الميموار الانتر نتاع أمي كيفاش تعاملت معايا ومع أخواتي، وبابا كيفاش تعامل معايا. خلاص فأصبحت أم وأصبحت بو، نجم نربي ونجم نخرج من عندي جيل معناها ما شاء الله. هاو الدليل الجيل اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا هالبلاتوات، ونرجع نقولهم شوف انت رجال أعمال والناس المحامين والطب اللي قاعدين تخرج، شوف معناتها طريقة الحوار اصلا ما فماش حوار، فما نقاش والنقاش راهو فيه برشا عرك. فالحوار هو اني نسمعك ونفهمك وتسمعني وتفهمني. شفت؟ فصغيري انا لما نكبت له حريته ولما نكبت له حقه في الحياه، فبالتالي يحب يجيه عليه وقت باش ينقلب تماما. وهذيك هي النتيجة يا أختي الكريمة أو يا أخي الكريم، نتيجة ما زرعت ستجده. إن زرعت توافقا بينك وبين طفلك، بمعنى أنه صغيري من اللي هو صغير أن نربيه على تنمية الشخصية متاعه، تنمية ذاته، لا اللي قلوا احنا بترها. احنا في الرباية نشوفوا عديد العائلات بدر شخصية الطفل، فبالتالي كيف باش يكبر اش باش يعمل. وفما حاجات أهم زادة مهمة يعني معها تباعا، اللي هي أنه صغيري محروم من حناني، محروم من أني نسمعه، محروم من أني ناخذه في حضني، حرمان حرمان حرمان. فبالتالي يطلع ضعيف الشخصية من ناحية، فيحب يمارس شخصيته فتكون بالعكس، وعنده جفاف عاطفي أنه أنا ما عطيتوش حقه عاطفياً، فبالتالي أصلاً باش يطلع صغيري عكسي تماماً وينقلب. كيفاش؟ أنا عمره 8 سنين و 10 سنين وراه سنة سنة راه عمي ونكلم بس عليه ولدي سنة تقلب سنة درش كون تبع درش كون داربين من أصدقاء سوء. وانت ناسية أو ناسي يا أخي الكريم انه تربى على دي كلمه مش على ابناء السوق، ابناء السوق او صاحب السوق او راهو حتى هو كيفه مورس عليه الضغط. مدام خليل مدام خليل سامحني قصت على كلامك، اني مش نحكي، اني مش نسالك حاجه وكهو. الضرب والعيات تربيه الصغير مناسبه انهم يربيوه اي والا من اخطر انواع العلاقة والتواصل بين الأبناء هو العنف اللفظي واليدوي. شنو تعمل للصغير؟ هاو باش نعطيك مثال. أنا اليوم يا أميمة لما تو نعلي صوتي ونقول لك شبيك تعمل هكا صغيري؟ ما تعملش هكا. باش تجاوبني؟ باش تجاوبني؟ باش تقول لي خاطيني انا ما عملتش؟ ما باش تجاوبني بنفس النبره نتاع الصوت، خاطيني ما عملتش. كيفاش؟ ها شوف انا نعطيك حوايج مجسده باش يوصل للعباد الصحيح، يوصل لها المساج اللي موجود في عائلاتهم، خليهم يفيقوا شويه. راهو السيناريو اللي عشت انت بيه راهو لا يلزم ولا يلزم ابنك او طفلك في شيء، بل قاعد انت تدمر في الحياه العائليه من غير ما تشعر. شنو الحل؟
ما تنقولوا الحل محاله، هاتوا قاعدين نقولوا في الاسباب والمسببات. يعني من الاسباب تقول انت نضربه، انا اليوم هزيت يدي وضربته وقول له ما تعملش، حسب رايك بطل ما يعملش؟ حتى في نظرك بطل ما تشوفوش عمل، وراك يعمل اكثر لانك عملته باش تنحي له العاده او الحاجه اللي هو يعمل فيها. عنك بالعنف، العنف يولد عنف، واللين يولد اللين. ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والله اعلم قال ما كان اللين في شيء الا زانه، وما كان العنف في شيء الا شانه. برا تبعه، صدقوني السيره النبويه ملأة وفيها لا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله. يعني تتبع سيره نبويه، حياتنا الكل راهي من القران الكريم، فيه كيفاش نتواصلوا مع انفسنا، فيه كيفاش نتعاملوا مع اي شخص يشاركنا في هالحياه. ناسين معظم الناس، هو ترى وتبارك الله والحمد لله برشا من جيلنا او الاجيال اللي سبقتنا قاعده تتعلم وقاعده تشوف، تقول لك تيان والله انا عشت حياتي كامله غلط، وقالوا هالي والله العظيم لما يجيو في لي سيونس نتاع الكونسلتينغ تقول لي انا ملا اختي حياتي كامله انا مش نفسخ ونعود من جديد. اي نعم، ما دامك حي تنجم تفسخ، هو ما تفسخش لمحاله، تطوي الصفحه، لانه حتى شيء ما يتفسخ راهو من الميموار، لانه هذاك باش يقعد لك حاجات اللي انت تتعلم منهم. تيان امس غلطت في كذا، فاليوم ما نعاودهاش الغلطه تاع امس. عديت سنين وانا نعمل في حاجات توا فقت انه الحاجات هكوما كانوا بالضرر عليا انا شخصيا، وبعد بالتالي لطفلي او ابنائي او عائلتي. فنتعلم كيفاش، راهو برشا قاعدين يتعلموا ما شاء الله كيفاش يتعامل مع صغير. تقول انا صغير اليوم كبر سهي، معناها انا وياها ما احناش متفاهمين بالكل، لا خلاص مش عندي ما نغير فيه، وش عندي ما نبدل. هو انت راك باش تتعب شويه، مش كيما هو صغير وانت تتعامل معاه بحاجات باهيه يطلع عليهم باهيه، مش كيما هو توا عمره 14 15 16 17 20. اكيد مش كيف مش يكون، تكون مهمتك اطول واشق شويه ومتعبه شويه، لكن راك توصل نتيجة. اول شيء تعمله في المهمه الجديده هو انك انت من يبادر بالتغيير، يا ام يا اب انت من يبادر بتغيير طريقه التعامل مع الطفل او الابن او الشاب او الشابه. وعلى فكره وبين ظفرين، ليس هناك سن مراهقه. ايش قاعده تقول هذه مدام امال؟ ليس هناك، نعاودها، سن مراهقة، هناك سن ما بين الطفولة والشباب. أدركت نفسي وأدركت ما مورس علي في طفولتي، إن كان خيرا فسأتحول به خيرا، وإن كان شرا، بما معنى شرا؟ بأنه مورس علي الضغط النفسي وعندي جفاف عاطفي وعندي مورس علي اصلا العنف اللفظي والعنف البدني اتسيتيرا. فبالتالي في سن التحول الى الشباب سانتفض، هذا اسمه سن الانتفاضه وليس بسن المراهقه. لصق على حاجه اسمها تيكي سن المراهقه، فهمناها الليلة؟ راه ما عندناش سن مراهقة، عندنا سن الانتفاضة. أنا كشاب أو كطفل أنتفض لنفسي، أنا رافض التعامل معي بهذه الطريقة، أرفض أنك تتحكم في اختياراتي. أنا نعرف بنية ما شاء الله دخلكم حديث في حديث، عمرها 18 سنة انتفضت من عمرها 16 سنة، يعني سنتين انتفضت، مورس عليها الضغط النفسي والتحكم في ميولاتها وفي أشياء هي تحب تختارها، حتى في نفسها شنو تلبس شنو تلبسش. ففي سن 18 سنة أراهو كيفاش أصحاب اللي يقولوا أحنا لما يتبع حد ولا كذا. أنا نحب ننتهز الفرصة
عبر الراديو انت يا اب. نحب نحكي على الطفل قبل كل اب، كل اب. النقطه هذه كنتش نحكي فيها. ايه تفضل مدام امين. نحس بيك يا اميمه، نحس بيك. تفضل. كل اب بكل حب، وراه اللي مش نقوله كيما هو خطير جدا، هو مهم جدا ومحلاه برشا. راهو خطير انك عندك بنيه في البيت ما تهزهاش في حضنك، عندك بنيه في البيت وما تقولهاش محلاك يا بنتي، ما تشبحهاش بحبك وعطفك وحنانك وحضنك. لما تطلع بنتك عندها جفاف عاطفي، اول شاب مهما كان ويقول لها محلاك ولا ياخذها في حضنه ستنطوي تحت جناحه، وما تلوموش عليها او عليه، لأن الطفلة صار عندها جفاف، فبالتالي تحب تعمل تعويض. والتعويض شنو؟ تعويض عند ذلك الشاب. وأحيانا تطيح بين يدين شاب ذئب أو من الذئاب البشرية، ومش لازم نحكيوش باش يصير من بعد، معروف. فنداء مهم وخطير جدا 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 لكل أب. حتى امس في الايام بنتك صغيره ما خذيتهاش في حضنك، كبرت اليوم عندك شابه ولات في البيت وما قلت لهاش كلمه حلوه وما عملت، الليله قرر ايها الاب الكريم انك تاخو بنتك في حضنك، مهما كانت طبيعتها ومهما كان تصرفها ومهما كانت ردود فعلها. حتى مش تدهش تقول لك بابا شفيه هذا اش قام عليه، انت عمره كامل عديه ما قاليش كلمه حلوه. خليها تلاحظ التغيير فيك، خليها تلحق شوية من حضنك، حتى ولو هي ربما تخل في حياتها حد وانت ما على بالكش. فرصتك انك تحمي بنتك، فرصتك انه بنتك تطلع متشبعة بيك، فبالتالي ما تلوش على حد. نقولوا احنا دونين بورت كي او كوع، يعني مجرد انسان باش تملى به فراغ في حياتها. لا، احنا حاشتنا تطلع طفلة سوية. هذه من التغييرات النفسية اللي نحبوا نحكيوا فيها، هذه من الأشياء اللي يلزم الأولياء تبادر تبدأ. ما تقولش هاو تو نشوف، هاو تو نجرب، ما فماش تجرب، فما تقرر. تقرر انا غلطت، انا يمكن عندي حتى انا كاب جفاف عاطفي، ما دارش بيا بابا وما تلاتش بيا امي وما عطتنيش من حنانها ومن حضنها ومن كلامها الحلو. اليوم نتعلم الاغلاط اللي مورست عليا بالامس، فبالتالي نعمل اللي مع ابنائي اللي ما عملوش معايا ابائي او ابي وامي. بدينا بالانثى، علاش؟ لانه الانثى راهو او المراه مهمة في المجتمع، ومهم أو هي مهمة وعندها مهمة في هالمجتمع كبيرة. لما نهيئها تهيئة جدية وجادة، فتطلع المرأة ممتازة ومتميزة في حياتها الشخصية وفي حياتها الاجتماعية. شفتي، إذا كان احنا نحب نصلح المجتمع فنصلح بيوتنا. صحة مدام أميل، ربي يبارك فيك. الجفاف العاطفي هو اللي قاعدين نراه فيه تو في معظم الشباب، خاصة البنات. وراهو يا أميمة، يا أميمة ويا أخواتي، محليكم ما نورتوا الحصة الليلة، تعرفت عليكم ما نعرفكمش، معناتها إن شاء الله معرفت خير إن شاء الله. ما تبعتكمش برشا لأنه تو دخلت سمعت شوية، معناتها لأنه كانت الإنترنت ربما تقص. حبيت أعمل إضافة صغيرة وهي مهمة جدا، وأهم حاجة في الحياة هو الحب. الحب يعني اهتمام، الحب الاهتمام يعني، شوف الاهتمام مش فيه، الاهتمام مش هكاك برا، الاهتمام فيه أني نسمعك، نخلي لك وذني لما تجي تحكي حتى حاجة تافهة بالنسبة للي أنا تافهة، بالنسبة للي يحكي حاجة قوية، فأنا نخلي لك وذني وباهتمام، مش هاني نسمع فيك، لا رد بالك راه يحس بيك صغيرك، راو يعرفك مهتم ولا غير مهتم.
فبالتالي رد بالك في النقطة هذه. الاهتمام أني نبادر ونقول لك أنا صباح الخير. برشا أمهات يجيوني تقول لي ولدي حتى كلمة صباح الخير ما يقولها ليش، وش عليها ما علمتهالوش. بالله مش نسألك يا أم، أنت كيف تقوم الصباح تغزر المرايتك؟ أقل شيء باش تغسل وجهك ولا وقدامك مراية، معظم البيوت فيها هكا المرآت، يعني وقت جيت تغسل تقول شيء أنت لروحك أصلا صباح الخير. هذه من الأخطاء التي يجب أن تصحح، نبدأ اللوم على غيري على شيء أنا ما نعملوش لنفسي. بعد ما نصبح على نفسي نخرج الصغاري، صغاري حتى ما صبحتش عليهم قبل، كنت ما نقولش ما نتكلمش، الله غالب توا وقيت تتكلم. أخرج صباح صباح الورد يا جماعة، أعطيهم حتى بالجمع إذا كانوا كلهم ملمومين. صباح الحب يا حبيبتي يا بنتي يا عزيزتي، صباح الخير يا بابا. ثم أم قالت لي اسمعي نراني ما عنديش اللغة، هذه لغة شو اسمع تلما عايشة هي أصلا الجفاف العاطفي. شفت كيفاش مسترسلة؟ شفت مسلسل ولا؟ قالت لي أنا اللغة هذه راني ما عنديش، سميتها لغة معناتها شوف شوف تفهتها الحكاية، معناتها تشوفها حاجة تافهة معناها، وهي أهم حاجة في التواصل بينك وبين أبنائك. إذا كانت تحب صغيرك يطلع سوي ويسمع لك ويخو رايك مهما كان عمره، دي ما يرجع لك يستشيرك، خاطر أنت زرعت فيه الحاجة الحلوة والطيبة منك، زرعت فيه صباح الورد والاهتمام، زرعت فيه يا بابا تستحق شي حاجة، زرعت فيه. قول أنا بلي الأم زادة اللي تخدم تقول لك بلي أنا من عندي وقت أنا روح تعبة، المرأة العاملة يعني. أنا عندي أستاذة أصلا، أستاذة مع كل احترام وحب للأساتذة خاصة النساء، تقول لي تخيلني أنا نعدي يوم كامل مع جوجمة الصغار والأولاد ونزيد نكمل ندخل أنا للدار مخي هكا ورأسي هكا ونسمع مشكلة في الدار ولا كذا، قلت مش نحس روحي سي سرمنت وليت بحرابش تهدئة الأعصاب. شو تجاوب هذه يا أميمة؟ تعقيبا على كلامك اللي شو تجاوبها هو هي كيفاش شنية البيئة اللي تربيت فيها الحقيقة، خاطر كل شيء في البيئة. مدام أمس أستاذة ومن خيرة الأساتذة اللي قريت عندهم ما شاء الله ما شاء الله عليها. ونأكد لك إنه صغارها ما شاء الله عليهم تسكر حجاتي تسكر هناك ما شاء الله عليها في الدورين، في دور الأستاذة في دور الأم ما شاء الله. أنت والمخ للمخ الأستاذة طيب أكيد، هل هي في تطور قاعدة تطور في روحها في نفسيتها، وإلا هي قاعدة لهي بالأشياء المادية تجيب الفلوس لأولادها تجيب الماكلة وتوقف الغديكة دورها. برافو يا أميمة، حكيت صبعك على الداء على الداء، لأنه نعطيك مثال، أنا ديما أعطي أمثلة باش توصل يوصل المعنى الصحيح معناتها للمتفرج أو للسامع أو المستمع. عندي أستاذ جاء في مشكلة زادة عائلية وكذا، فقال أنا حس روحي تعبت نفسيا مانيش عارف كيفاش. بعد ما عملنا كوتشينج وعملنا هكا معناتها شوية هكا استشارات، أول حاجة عملها شنية؟ مش هبدل المنهج الدراسي أو تقديم المادة العلمية اللي تلامذته، بدلها كاملة، يشري على حسابه الخاص داتا شو وأصبح يحضر المادة العلمية متاعه بالفرجة بالانيماسيون، أستاذ تكنيك أو فيزيك معناتها سنقول ما نتذكرش يعني بالضبط باش ما نغلطكمش. عندي تلامذة عنده تقول لي كنت نكره حاجة اسمها تكنيك، وأصلاً المعدل متاعي 2 و3 ما فوتش 4، من اللي جاني الأستاذ فلان الفلاني وأنا وليد 14 و16. تخيلوا تخيلوا لما غير فقط، وشو اللي غيره من الكوتشينج اللي عملناه؟ أنه يعمل فاصل بين الأستاذ وبين نفسيته شخص الشخص، يعني فلان نعطيه اسم مثلا، بين علي
الأستاذ وعلي الإنسان أو الذات أو الأب أو الزوج، لأنه إحنا الكلنا يعني إله الله سيد محمد رسول الله أجزاء، فكل جزء تعطيه حقه عليك باش يعطيك حقك. مثلا لما يدخل البيت عملنا فصل يفصل بين علي الأستاذ وعلي الأب اللي مروح لداره، الزوج الذات ملا لكم عندهم حق عليك. صار خلط عديد الناس اللي تخدم، مش كان الأستاذة أو الطبة أو كذا، الناس اللي تخدم يدخل بالخدمة متاعو جوجمة الخدمة ومشاكل الخدمة وحاجة اللي وجعته في الخدمة إلى البيت، فبالتالي شو يصير؟ يصير شكشوكة نابلية، لا يجم يفهم مرته، لا يجم يتعامل مع صغاره، لا يجم يسمع، لا يجم، فبالتالي شو يصير له؟ توتر عصبي وناتج وينتج عنه برشا أشياء أخرى. اتعلم في الكوتشينج يفصل، هو في الطريق إلى البيت يفصل بين علي الأستاذ وعلي الأب. أنا توا مش روح للدار علي الأب، مش روح للدار علي الزوج، دونك مش نتلعب روحي كزوج، مش نتلعب مرتي هذا اللي يصير لما ما يفصلش. الصور اللي عديتهم توا ممتاز، يلقى كان التشجيع المحبة والمودة، ممتاز خليه حتى في المدرسة كيف يتعرض لانتقادات ويضحكوا عليه أصحابه ما يتأثرش، على خاطر درع ثقة في النفس بالضبط يا أميمة، يخليه قوية وثقة. شوف الصغير لما يدخل البيت تميم عنده نقولوا احنا اللهوة بأموره العاطفية، يشحنه يعمل حتى عمل بسيط. ابني احنا اليوم صغيري حتى يعمل حاجة دوبة شكا يغلط فيها، اوه شبيك هكا وعليش، ويمكن ينعتوا بنوعات الحيوانات ونوعات اخرى، صح ولا اميمة؟ لكن صحيح. فهو الاصل في الاشياء انه ابني لما يغلط حتى غلطة صغيرة نقول له برافو عليك يعطيك الصحة، حاول 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 كيفاش تراه تعملها مرة اخرى، انا متاكده اللي انت بجيبها خير من هكا، حاول الجهه هذه، حاول كيفاش تفكر، كيفاش تفكر من عندك، نعرفك مبتكر ما شاء الله، خلي دماغك مع الحاجه اللي انت تعملها، تو تشوف روحك كيفاش تبدع ولدي، وما شاء الله عليك وعندي ثقه فيك، شفتك الشحنات المعنويه صحيح، وخلي صغيرك يبدع. صدقوني ثم صغار كانوا نوع أسحنوا، شقولك نعطيك مثال على صغيرات الأسواس، ذكروا في نجاحه، ذكروا في تعبه، فقدي السند العائلي. جاوني صغيرات نفسيا تقريبا شبه مدمرين، بس ما أقولش مدمرين، وبداوا يتعداوا للعنف، العنف اللفظي تعدوه، مشاو للعنف اليدوي، العنف المادي. والله العظيم الأعظم محلاهم صغار، جاءوا نوع لما عملنا كوتشينج وصارت لهم شحنات معنوية، وعملنا كوتشينج حتى لل... لل... للأمهات يعني الحاضنات أو الأمهات المربيات، فبسم الله ما شاء الله، حتى أم الحاضنة لما تجيني تقول لي، المربية تقول لي ولدي ما شاء الله، معناتها بالحق راني أنا كنت نغلط ساعة ساعة كي نقول له هكا ولا كي نتعامل معاه هكا، فولدي يتشنج زاد، أرى محلاها ولدي، معناتها ومحلاها كيف تقول ولدي، تقول لي كيف عمل، أي تقول لي كيف عمل، معناتها الكوتشينج ولدي أصبح مدرك، أصبح عنده، ليش؟ لأنه جاء عملنا له شحنات معنوية، فبالتالي طلعت النفسية وجربناه في حاجات نجح فيهم، كان نجاحه نقولوا احنا بورسنتاج، فاعطيناه حقه، ما شاء الله عليك برافو. اللي يجم يعمل هذا راهو يجم يبدع، يجم يعمل اكثر منه. انت اليوم نجحت 20%، ما كنجحت ولا غدوة كيف تجيني أنا متأكدة مش تنجح على الأقل 50-60%، شفتك الشحنة اللي مشى بها تقعد في دماغه، غدوة صدقوني نعطيه تمرين مغاير تماما، بسم الله ما شاء الله يعطيك النسبة متاع أصلا 80-90% نجاح.
شفتوا الشحنات المعنوية والنفسية، راهي النفسية المتحكمة في الشخص. علاش ساعات أمهات تتعامل بالمشاعر متاعها مع صغيرها؟ لأنها تحبه كأم، تحب ولدها ناجح، تحب ولدها ما يغلطش، تحب ولدها ماشي سكة، تحب ولدها تحب روبو، معناها روبو وتبرمجه وهو يمشي، معناها فهمت؟ فبالتالي تتعامل معها بالمشاعر، لما يغلط علاش هكا كنت تنرفزني عملت لي راه طلعوني السكر، شفت كيفاش؟ مشاعرها قاعدة تخدم حتى الأب بالمشاعر بالمشاعر بالمشاعر. لو كل أب وأم خلى التواصل مع صغيره كأنه يتواصل، تخيلوا هيك الوقت صغيرك، أو باش نعطي أستيوس، أنا أستيوس في الوسط ربما طولت عليكم ممكن يا أميمة ما نعرفش، نبهني للوقت إذا كان وقتي وفاة معناتها. دونك باش نعطي أستيوس، الأستيوس هذه الأب أو الأم لما نجي نتعامل مع صغيري هو غلط في حاجة، نعتبره ولد صاحبتي أو ولد أختي أو ولد حد عزيز عليا ولد جارتي، كيفاش باش نتعامل معاه؟ جاتني جارتي قالت لي ولدي راه غلط في كذا وكذا، بربي عاوني عليه، كيفاش باش تعاونها عليه؟ مش تضربوه، ولد صاحبتك مش تضربوه، مش تسمعوا الكلام، مش تعطيه كلام جارحة، أكيد لا، أكيد مش تتعامل معاه بسياسة هدوء، في هيك اللحظة تعامل بعقلك وتخيلوا. أنا ساعات جاني راجل قال لي بربي أنا كيفاش مش نتخيل ولدي هذا اللي غلطت، ما دم يشعل أنا كالوقت، أنا دم يشعل كيفاش باش نولي نتخيل، لا عندي خيال لا عندي شيء، أنا مخي سيء مصوتي نحب ماذا بيا نضربه ماذا بيا نسمعوا الكلام. شفت هوني كي نضربوا ونسمعوا الكلام و... نعم هو هيك نعم. الوقت اللي يستفز فيه، الوقت اللي هو راه مش الطفل اللي استفز فيه، هو استفز فيه حاجة نفسانية من داخل هي ديجا مش ما هيش معناتها كيف نقول لك معناتها مجروحة من طفولته سواء الأب أو الأم. نجم تقول أو أو ومع هذايا معناها الـ الـ الأب ديما أو الأم عندها السلطة العليا، ديما متخيل نفسها هي السلطة العليا، فغير مسموح لك أنك تتعدى السلطة العليا، يحكيوا بالسلطة راه أور لا يا أم يا أب ماكش سلطة عليا، راه السلطة العليا هو المولى عز وجل، هيك السلطة العليا، أنت ماك إلا شريك في الحياة، راه تقول صغيري انا جبته انا كيفاش انا نخاف عليه، ما هو واحده جاتني قالت لي خاف انا خاف نخاف لا يضيع نخاف لا يتبع الصغار نخاف لا يتمرد نخاف خوف 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 خوف. اول حاجه كيما كنت تذكر يا اميمه بالحق هذا اللي عنده الخوف دونك من الصغرى تزرع له حاجه اسمها خوف، فبالتالي مش يطلع يخاف على صغير ويخاف كذا، مع استعمال المشاعر استعمال مفرط للمشاعر، مع عنده في داخله زاد سلطه الام او الاب، الخوف باش نداويوه. ها باش نعطي زيد عطيت استيوس انه الاب او الام يتخيل صغيره هو ولد جارته ولد اخته ولد صاحبته، فهمت؟ باش يجم يتعامل معاه بالعقل مش بالمشاعر، بالعقل. المشاعر يا اولياء استعملوهم لما تحضنوا صغاركم، وبالله احضنوهم، حتى اللي عنده سنين ما حضنش بالله من اللي لا يحضن يعطي حضن الحضن. ايوه هذا أمل سامحني قبل ما نتعداو للحلول. أيوة كي في نقطة صغيرة بركة وبعدين باش نتعداو للفقرة الثانية من الحلول. باه أصحاب السوء، أصحاب السوء هم السبب الوحيدين إلا الصغير ينحدر على الطريق، وإلا البيئة من الأول الطفولة من أولها غلطة، أنت ما عطيتش حب أنت ما عطيتش تقدير، فولدك يلتجئ لأصحاب السوء ماشي في بالهم هما أصحاب خير معاك، لكن هو نتيجة لك الضرب والا العنف اللي صار له اللفظي والا المادي مخه تركب بالغلط، احبل الاعصاب الدماغيه نتاعو ما عادش تفكر بطريقه صحيحه هكا. ولا احنا هذا اللي كنا نحكيو فيه من البدايه، قلنا لب الموضوع والانحراف ربما يبدا من وسط العائله، راه مش من برا العائله. ساعة
ساعات يجيك ولي يقول لك احنا عائلتنا ما فيهاش السارق، وعائلتنا ما فيهاش الكذاب، وعائلتنا ناس نخافوا ربي ونصليوا وحجاج، وعندنا حتى الأئمة في الجوامع، يعني أنا الصغير هذا شكون طلع يا رسول الله؟ إيش قولك في هذا؟ صحيح صحيح. كي بربشت شوية، بربشت شوية التاريخ متاعه يا أميمة، الأب هذايا، الأب هذايا كان حتى كيف يهز صغيره للصلاة بالعنف، قوم صلي تو تمشي تتوضى وتجي تصلي ورايا بالعياط وبالواحد يعني. فأنا نعمل في تمثيلية باش العباد تعرف شقاعة صاير في العائلات، معناها أنت تمارس عليه حتى في أداء المناسك متاع الإسلامية، تتعامل فيه بعنف، كيفاش يطلع باش يحبوا الدين؟ أنت هو مش يكره الدين مسكين، مازال حتى ما قراش وما يعرفوش، مش يكره، لا يصلي، لا حتى كان صلى بالخوف وراك. بعد كيف اللي تحكيوا على العمر، هو اش قلنا احنا سن الانتفاضه، من الليله ماشي ماشي اسمه سن مراهقه، في سن الانتفاضه اول حاجه باش يعملها باش يبطل الكسلات اللي انت نزلت عليه باش يصلي بالسيف علي. تصيح ولا انا غلطه؟ صحيح كلامك كله صحيح مدام اميره. اي حاجه تعملها لصغيرك تحبه يعملها بالعنف، غدوه مش يعمل عكسها تماما، كون متاكد. لكن الفرق، خلينا نبدا نقولوا الفرق. انت قلت لي الانحراف، الانحراف نتاع صغيري راهو يبدا من عندي في العائله، يبدا ينحرف. اش معناتها ينحرف؟ ينحرف على الطريق السوي نقولوا احنا. كيفاش؟ كيف انا مرست عليه العنف ونقول له سامحوني في العباره، هي باش يوصل المعنى يعني اش قاعد يصير في العائلات، راهو انا نعطي في حاجات صايره عايشينها يعني لمده سنوات. كيف تقول له انت الله يحفظكم يا بهيم يا مصطك، انا نحكي هكا وانت تفهم هكا، يطول عمرك تقعد مصطك انت، ما يجيش منك حاجه انت. صحيح. انت كيف تحبوا يطلع الطفل هذايا، هذا اللي تقول له يا مصطك. نقول لكم على حاجه، عندي صغير عمره 14 سنه، ابوه من رجال الدين، من عائله أهل الدين. شو معنى أهل الدين؟ معنى ناس اللي ما أنت نقوله إحنا هي أنا ماذا بيها ما نقوله هذه يعني، فساعات يقول لك حزب إسلامي وما عرفش، لا عرفت أبا عن جد دين 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 الدين اللي بصراحة المتزمت يعني، مش الدين اللي مش الدين اللي علمونا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، مش هذاك، خطر الدين راهو أخلاق. فنفس الكلمات اللي مارسها الأب على طفله من هو في الابتدائي، لما يجي قريه يقول له يا مصطك ويضربه بسقل على راسه يجيبه في الطاولة، نفس الكلمات يقولهم له وقت عمره 14 سنة، يقولهم البوه، عودهم البوه. لما حضرت انا ما ظهرتش، قلت الام واتفقت انا وام وانا ما ظهرتش، معناتها حبيت نشوف النقاش يعني كيفاش يقول. اش يجي من بعد يحكي لي الطفل هذايا، يقول لي راهو عنده سنين، راهو هذايا عبد ما يفهمش البوه، عبد ما راهو. نقول لك على حاجه يا مدام، راهو مصطك، راهو مصطك، مخه مسكر سيد هذايا، راهو مخه مسكر. تخيل تخيل يعني طفل 14 سنة، وعلى فكرة يعني هزوه حتى الأطباء نفسيين، ما قال ولدي سيء شارف على الجنون، ولدي مش يهبل. لما حطيت صبي على الدار وحكيت مع الأب وعملنا دي سيانس مع الأب والكل، فحس طبعا حس بالغلط الكبير اللي كان يمارس فيه على صغيره. أي نعطيكم حاجة بسيطة تو باش تقوموا تضحكوا، وهي قوية برشا في حياة الطفل. في عز الصيف والسخانة، احنا شنو نعملوا في عز الصيف والسخانة يا جماعة؟ اش تعمل يا مدام؟ بحر، شو البحر؟ بحر اللي بين كيف البحر، شو يعمل، شو يعمل في داره في عز السخانة؟ شو يعمل في داره؟ يلبس نص بخلاف، ونحلو حتى المكيف اللي ما عندوش مكيف، يحل البيبان والشبابك على الأقل باش يدخل شوية هواء ونسمة هكا ولا؟ تخيلوا الأب هذا شو يعمل في عز الصيف والحر، يسكر الشبابك ويقول له هو عليك،
سكر شبابك على الطفل وسكر له البيت، اي رقد رقد على روحك، تحل في الشباك عليه كل ليل تمرض. الطفل اللي بقبق كي دجاجة معناتها كل ليله. هو الاب هذا مريض الحقيقه، سامحني معناتها في الكلمه. فعلا فعلا يا اميمه مريض على روحه. لما حلينا له ملف، هو اصلا مفتوح عنده ملف في اللاواعي مفتوح، لما بربشناه الملف هذاك شويه فنلقاه مورس عليه عنفا شديدا من والده. وش يقول لي اول ما جاء؟ يقول لي انا بابا ناكل بالمش بالماشطه وبالركبه وبالمدري شنو شو شو كلنا صرنا رجال. هذايا المدام مدام امير راهو هذايا اللي نحكي في العشيه، راهو كان نحكي نقول لك شنو صار، راهو نفس المشكل اخي. احنا ما احنا ضربنا واحنا صغار، شنو صار لنا احنا؟ راك انا اللي قلت علينا راك في اللاواعي بتاعك راك ضايع راك. قولي لا انا راجل يعني ما ادري شنو ودي ولدك ما يجيش تضربه، ودي بنتك ما يجيش تضربها. قلت لي لازم تتربى لازم هاك الحاجه، لكن ان شاء الله ان شاء الله يفهموا، ان شاء الله يسمعوا كلامك ويسمعوا ويفهموك مدام اميل. والله لا فما عباد، فما عباد رايكي تسمع مليح تفهم وتعرف الاخطاء نتاعها، لكن فما نوعيه نتاع عباد ما تستعرفش بالاخطاء، تعرف اللي اخطأ ما تستعرفش، فبالتالي اما مش تواصل الخطا نتاعها، تقول لك ما نجمش انا عشت هكا مش هكا جاي فيها اخر عمري جاي باش فهمت شو كل العباره، زاد العباره اللي مسلسل معناها تتناقل، يقول لك بعد ما شاب ودوه الكتاب. يا بابا راو اطلب العلم 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 من المهدي الى اللحدي، راو ملزم ملزم شرعا شرعا ملزم انك تتعلم معنى الحياه وشرع الحياه وشرع الله في الحياه، ملزم ملزم مش بكتر مش بخطرك معناتها مش بكيفك، ملزم انك تتعلم مهما كان عمرك مهما كان عمرك. ريت انت غلطت في اول حياتك اليوم سمعت، اليوم ابدا غير، اليوم اليوم جانا راديو انت جابونا دي كوتش جابونا ساده جابونا ناس مختصه تحكي جابونا كذا، فبالتالي اه بالحق بالحق انا امس في الايام امي كانت صحيح بالخوف عليا ربي يبارك لها ربي يطول في عمرها، ولكن غلطت معايا برشا، يلزمني نعود اغلاط امي انا في بنتي؟ بالحق انا غلطت في بنتي. وتعرف اقوى حاجه شنية اميمه للامهات والاباء يعملوها اقوى حاجه راهي تقعد لكم في تاريخكم، بصمه بصمه فريمون نقطه تحول راهي في حياتكم يا اباء يا امهات، انك تطلب السماح من صغيرك. اي نعم راهي قوه، راهي قوه مش ضعف. برشا تقول لي انا مش نطلب منه سماح، شفيك انت يا مدام هيك وين يزيدي يتجرأ عليا ويزيد لا طريقه طلبانك في السماح هي اللي تخليه ممكن يتجرأ عليك. الطريقه لما نشد صغيري في حضني، ناخذه في حضني في حضني، راهو الحضن مهم، مش انا في الصاله وهو في طرف الدنيا وانا في طرف الدنيا، نقول اسمع نعرف انا غلطت في حقك بالله سامحني يا ولدي، اكو طلبت سماحه؟ لا ما عليه اسمح سامحك هو ديجا سي شفتوا لا شفت ضحكت عليها بالحق ريت ريتا موجود موجود في حضني في حضني في حضني، وقل له يا بابا يا عزيزي راه كلنا نغلطوا وكلنا نخطئ، كل بني ادم خطا وخير الخطائين يا حبيبي التوابون. انا ليله تعلمت ليله سمعت في راديو انت انه احنا الله يسامحهم، شوف شفت تحكي بالطريقه هذه يا ام او يا اب والله العظيم الاعظم باش تعمل نقله نوعيه في حياتك مع ابنائك ومع اسرتك ومع التواصل معهم، نقطه تحسب لك يا ابني يا حبيبي سامحني الله غالب هيك حد عرفي راني ما تعلمتش سبحان الله ما تعلمتش كيفاش نتعامل مع أبنائي. جي صير راهو
حتى احنا غلطوا فينا قبل. فبالتالي هيك اللي تعلمته من اخلاط من اخطاء يعني الغي الاب امي وبابا، فبالتالي ما غير ما نشعر نمارس فيها عليك. عيش ولدي من ليله نعود صفحه جديده والسماح ما بيناتنا يا بابا. يلقاه في لحظه صفاء، ناكد لكم بنتك او ولدك باش يحضنك وباش يبوسك منا ومنا. نار طفيتها بالضبط. انفجار. بالضبط يا مدام، بالضبط. ثم صغار يمشوا للانتحار وتوصل بهم الحاله للانتحار. اي نعم. البنت اللي كنت احكي لكم عليها عمرها 18 سنه وصلت لعمليه الانتحار، والخطا مش طبعا من الوالدين الاثنين، مخطئين الاثنين الاب والام، وراهم هذوما برمي العائلات نقولوا لي فامي ريش، العائلات المتيسره ماديا جدا. فنسيت حاجه اسمها، شفتوا يتعلموا يلمدوا الفلوس، يتعلموا يعملوا دار ما شاء الله، يتعلموا يجيبوا اثاث ونعمل ونعمل، يتعلموا اذا كيتعلموه راه ويبدعوا فيه. اما اني نقعد ويصرفوا فيه اموال طائله على فكره بين ظفرين، لكن اني نقعد نمشي نتعلم ونمشي ندخل نعمل كوتشينج او نمشي للاكاديميه الفلانيه او نمشي نعمل باش انا نتعلم. اي نعم، مين عم يتعلم؟ راكم مش متعلمين. تطلع تهبط، راكم مش متعلمين كيفيه التعامل مع الابناء، او تجهلون التعامل مع الابناء او كيفيه التعامل مع الابناء. لما ساعات واحد يا اميمه تقول له انت جاهل لك الحاجه يهبل. كيفاش جاهل؟ فبالتالي حتى اللي ينقل المعلومه ما يزموش ينقلها شك، تعود بالظهر على نقل المعلومه. فتقول له المصيبه مش الجهل، المصيبه كيفاش هي؟ الجهل بجهله، انه هو جاهل، انه هو جاهل، جاهل هو يجهل. اين تحكي؟ قلت نعرف 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 نعرف، هو والله لا يعرف شيء بالحق. بالضبط. بالضبط. نقول لك ايوه على الجفاف العاطفي مدام امال بكري تحكي عليه. احنا نبداوها من اللي البيبي يجي، شدوش برشا تحملهاش ياسر، تتعلق بك برشا، حط غادي مساش خلت تبكي ما يصير لها شيء. وهذاك غلط 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 برش. هي البكاء انا شفتها في برنامج دكتور يحكي عليها، ام قالت عندي 4 توامة، 3 نعطيهم ما لازمهم ولبس، والرابع يقعد يبكي 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 ياسر، نلقى روحي نهزه برشا ونرضعه بزايد نحطه عندي بزايد، حس روحي نحايل. قلت له زعما معناها حتى عند ربي حرام ولا حلال؟ قال لها الصغير هكا طبيعيا عنده معناتها اي يحتاج للعطف وللحنان وللدفء ولكل شيء واللمس زادة، انك تلمسه انك تحطه عندك مدة اطول من اخواته الاخرين، يكتفيوا بالقدر اللي انت عطيته لهم وما عندهمش مشكلة. هذه ما تسماش حيلة، هذه اسمها احترام الاختلاف اللي موجود طبيعي عند اولاد. نحييك يا مدام انس، نحييك ما شاء الله. بالضبط بالضبط. مش حاجه اللي ما نعرفوهاش، ولا اغلبيه الناس معناتها ما نقولش احنا بصفه عامه، لكن الناس الغير مدركه انه ربي خلق فينا كما قالت مدام انس احتياج، معناتها كيسان من داخل راهو بالحق. فما تحسوا كل كاس ساعات تلقى الانسان يكبر يقول لك اني حاس روحي فارغ من داخل، ما ينجمش يحب، ما ينجمش يعطي المحبه، ما ينجمش يعطي التقدير. حتى كي تقول له كلمه كما قالت مدام امال، كي تقول له كلمه حلوه ولا حاجه، كل كلام فارغ ولا ضرب اللغه والا تجامل فيا والا تنافق فيا. هذاك الكل راهو بالحق غلط، معناتها هذاك معناتها فاقد الشيء، فاقد الشيء لا يعطيه يا اميمه. بالحق. فتعداو تو مش ديما فاقد الشيء لا يعطيه، في بعض الاحيان فاقد الشيء يعطيه وبشده زاد، مش ديما صحيحه القاعده. سامحني سامحني مدام نفسرها، فاقد الشيء لا يعطيه مش معناتها فاقد الشيء، فاقد كما كنا نحكي فاقد التعلم كيفية نوصل مشاعري لابني، فبالتالي ما نجمش نوصل له. فما بالحق
اللي فاقدين او عندهم جفاف عاطفي ديجا هما من اولياء نتاعهم، لكن هو تلقى عنده عاطفه كبيره لك الصغير، هذاك موش فاقد الشيء على فكره، هذاك ما شاء الله عنده متغلغل، فقاعد يشحن في روحه من صغيره، منه يعطيه منه ياخذ من عنده من غير ما يشعر. صحيح، اصبح ليس بفاقد للشيء. خاطر انا نعرف، انا نعرف شكون، نعرف بارانت تقول لك انا ما نحبش امي، امي عمري في حياتي ما حسيت اللي هي امي، وحتى وقت اللي حبينا معنا نحكي معاها نقول لها هيك امك، تقبلها وراي عاشت وراه 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 والقى لها الاعذار على السلوك نتاعها، قالت لك الام هي نبع الحنان، وانا هك اللي مريتوش من امي نحاول نعوض فيه في بنتي. هذاك علاش في بعض الاحيان الانسان وقت اللي هو يفيق بك اللي هو كان محتاج في الفترة هذيك ويحاول يعوض لولده، لهنا يتجاوز هك الاحتياج متاعه، ورغم انه هو مأثر فيه هك الاحتياج هذاك، خاطر حتى كفي كبار يقول لك انا ما حسيتش بالمحبة، انا ما عمريش عشت بالمحبه، ما حبونيش ما قبلونيش وقت اللي انا كنت صغير. ولهنا في بعض الاحيان محبتنا لاولادنا حتى من الوقت اللي هو مازال بيبي في كرش امه، تقول لك انا والله جاتني بنيه وانا عيني في وليد. وفي بعض الاحيان هي تعيش بهك التجربه هذيك وهي انسانت، وهي رافضه هك البيبي هذاك، ومن بعد انا شنو اللي غيظني؟ تو انت ليزي وقت اللي حبلت بيه معناه انت رافضه الفكره. وقت اللي يجي الصغير تتقول له في بالك انا انت جيت بني وانا والله العزيز نحبك وليد، قديش منه من مراهق انا يجيني شاب لدار الشباب ويقول لي مدام رمح كولي هكا وهكا، ما فهمتش انا انت الحكايه هذه حكيتها لولدك شنو مش تضيف له؟ يحس روحه يقول لي والله يقول لي انا جيت والا مثلا احنا والله ما كناش مبرمجينك، انت جيت غلطه. هذه هي كلمات انا نحسها ما تتقالش الشاب، ويحس ويبدا يقول لك فك الكلام هذاك وهو متاثر تاثر كبير معناها. فيا ليت ان احنا نقول ديما يا ريت يا ريت يا ريت أي مربي أم أي شخص عنده علاقة بالشاب يختار الكلمات متاعه. أكيد. لو أنت تصور لو كان أنت مثلا أنا نجي نقول لك والله أنت راني تعرفت عليك في غلط، مش جبتك في غلط، تعرفت عليك في غلط، مش جبتك في... تعرفت عليك في غلط، شنو هو إحساسك؟ تصور أنت أميمة نجي نقول لك والله يا أميمة أنا تعرفت عليك على طريق الخطأ، باش تحس ديما باش نبني حاجز للتواصل بيني وبينك. خلي انا باش نجي انا باش نجي نقول لولدي نقول له والله انت جيت في غلطه، والله والله انا تمنيتك تجي وليد مش بنيه، هي وكيف ربي جاب بنيه شنعم شن بدلو. فما كلمات انا ديما نقول الكلمات راهي حاجه تاثيرها يبدا متواصل في الزمن في ذاكره الطفل. ومن بعد تلاش في بعض الاحيان أنا مرة حضرت المدربة مصرية قال بالحق المحاضرة ذيك أثرت فيها على الأخر، قالت قبل بر الأولياء معناها الوالدين يبروا أبنائهم، على خاطر كان أنت عطيت لولدك محبة اتأكد إنه نهار آخر باش يحبك. وأنا بالحق علاقتي ببنتي وأي حاجة تعلمتها في مجال تطوير الذات هي عمرها 5 سنين قاعدة رافاها كيفاش تتصرف معايا، مثلا كيف تراني تتوجع تقول شبيك ماما بسم الله عليك لباس شبيك كل حاجة، تبدأ متأثرة كيف تقول لي اليوم والله العزيز مشت معايا الريونيون قالت لي ماما أنا حسيت روحي غلطت فك الحاجة، صحيح ما حقنيش أنا عملتها كاكا انا اخطات فك الحاجه هذيك، صغير راهو يعرف. اما وقت اللي انت تحسن الزرع وقت اللي انت تزرع بالطريقه الايجابيه لك الطريقه الايجابيه ذيك راك تلقاها، اما انت تزرع كان تركز كان على السلبيات ما كركش عملت هكا لا فك الحاجه ذيك حق راك عملت هكا، فكانه احنا ديما نقول للوالدين راهو ولدك ما هوش قالب جاهز ولا ما هوش سمحني في الكلمه نقول انا حيل
حيط ولا روبو ولا كابل نتاع الضو، ماك العمود نتاع الضو هذاك، حط فم تلقى فم، راه يروح، راهو جسد، راهو قلب، راهي عاطفة قاعدة تتحرك، راهو كائن بشري، ما هوش قطعة من الصلصال انت باش تلولبها كيما تحب انت، بالطريقة اللي تحب انت واللي تعجبك انت واللي تتماشى مع اهوائك انت. نحبك تقرأ القراية الفلانية، نحبك تطلع لي كيما فلان وكيما فلتان، فهذه هي تزيد تأثر على الشباب متاعنا وتزيد تخليه، والله راهو عندنا من الشباب صدقا وبكل أمانة مفخرة لكل تونسي، عندنا من الشباب، أنا معناها بحكم عندي 10 سنين خدمة، معناها اتعرفت على شباب بالحق مفخرة لكل تونسي إنه عندنا الشباب هذوم، فمن ما نكونوش احنا نقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، مش مثلا واحد يعمل حاجة خايبة يولي والله شبابنا الكل بلغتنا احنا التونسية شق الأخلاق، ولا شبابنا دخل في حيط، لا يا خويا شبابنا لا دخل في حيط لا شيء، شبابنا وقت اللي تعرف كيفاش تتصرف معاه، شبابنا وقت اللي تقدره تعطيه الاحترام، تعطيه خويا احترمه ما تحبوش. انا نقول لاي انسان ما هو في حاجه محتاج للاحترام قبل الحب، أنا مش تقول والله دي انا نحب ولدي، وتبدا انت تجي قدام عبد خارجي على الاسره وتبدا تعامل فيه معامله سيئه جدا، تبدا تستهزئ فيه، تستهزئ بالكلام نتاعه، تقول والله شوف كيفاش يحكي ولا شوف كيفاش عامل. حتى اذا انت جيت باش تنقد ولدك ولا باش تحكي معاه، احكي معاه انت وحدك، ما تحاولش انك الخلاف هذاك تعمل له عملية نشر لكل العائلة، يلزم الناس الكل تسمع بيه، وهك الغلطة هذيك اسمع ويجي الخو، شفت خوك شو عمل، يجي البو نفس الحكاية. بالحق حاولوا إنكم تحلوا النزاعات في شكل مضيق، وفي بعض الأحيان الولي وإلا المربي يلزم يكون يتعلم فن التجاهل، مش أي حاجة نركزوا عليها وأي خطأ نقعد نكرروا فيه، ولا مثلا نشدوا مثلا لأولادنا كمسمار شحال، عمل غلطة وقت اللي يغلطك الغلطة غلطة متاع 5 سنين 4 سنين التالي نجبدها في اللحظة ذيك، لا الحاجات هذه ماذا بينا ديما إن كيف تصير إشكال نحلو هك الإشكال هذاك الأول باللول ونسكروا الملفات، ما نقعدش انا في كل غلطه نجبد عدد كبير هام من الاخطاء ونقعد خاطر شنو ما هما القتل الثلاث الا هو النقد والمقارنه. اذا انا نحب نقتل الشاب متاعي ولا نقتل شخصيه ولدي، نجي نقارنه بشخص اخر حتى سواه في العائله. صدقني يا اميمه انا عملت جلسه لوليد قال لي أختي الثانية نتمناها تموت، قال لي وكان نلقى كيفاش نقتلها نقتلها، ريان كي إنها هي ما شاء الله عليها متفوقة في الدراسة، هي تقرأ في الكوليج ويقرأ في المدرسة، هي تجيب في مفهوم. 18 و17 وهي جيت في 14. أنا جيت لأمها قلت الأم قلت لها يا أخي 14 ما عادش تعجب، ما عادش أعداد معناه، قالت لي ليه، مو أنا تسانست بإخواتي والبنات ما شاء الله عليهم، إيه هو ال 14، قلت لها راهو عدد باهي معناه ينجم يوصل إذا هو يواظب على ال 14 هذيك، لكن أنت إذا مش تقعد ديما تقارن فيه بإخواته راهو فما احتمال ينجم يوصل يجيب لك حتى 6، يقول لك ما عادش نحب نقرا يا سيدي. وانا وقت اللي قعدت معاه وحكيت معاه قال لي مادام من كثر ما يحكوا لي على اخواتي ما عادش نحبهم، وحتى القرايه زاد ما عادش نحبها برش. فشوف انت معناها المقارنه وكل لوم زاد، ديما نلوموا صغارنا في بعض الاحيان يا خويا، مره من المره نلوم روحي، زعما انا ما غلطتش معاه، زعما انا ما قلتش كلمه ما هيش في بلاصتها، زعما انا ما كرنيش اتصرف التصرف هذاك. انا نهار جاتني بارون تبكي، جاتني بارون تبكي قالت لي ولدي قال لي نتمنى نقتلك، قلت لها استنى الساعه هذه راهي حاجه نتيجه كبيره معناها فما برشا حاجات ورا الكلام هذا، اجا نفرق الرمان علاش، قالت لي يا اخي ولدي عمره 10 سنين انت اطول مني،
نجي أنا باش نحمله ونبوسه، وخوه عمره 5 سنين تحمل هي في اللي عمره 5 سنين واللي عمره 10 سنين. قالت لي خي هوك كبر صيي. قلت لها يبداش عمره 40 50 سنة وانت مازلت عايشة في الدنيا، راهو يحتاج لك الطبطبة متاعك، يحتاج لك الحزن متاعك، يحتاج لك المحبة متاعك هذية. مهما حتى يوصل يجيب صغار ويعرس وكل شيء، يبقى ديما حزن الأم حاجة مختلفة، كلمة الأم حاجة مختلفة. شوفوا انتوما تأثير أديسون وقت اللي أمه كتبت هاك الرسالة وقرات هاك الرسالة اللي عطوها له في المدرسة، كيفاش قال بعد ما أمه توفيت ولقاها كالرسالة في الخزانة، قال أنا وليت عبقري نتيجة كلام أمي، خاطر كان الرسالة كانت لاذعة اللي كتبوها له في المدرسة. تصوروا لو كان جاتك الرسالة ذيك قراتها له أمه بالطريقة اللي هي اتكتبت بها، زعما كنا احنا باش ننعموا بنعمة الضوء، زعما كان أديسون باش يخترع لنا الكم الهائل من الاختراعات؟ أكيد لا. داخل كل شاب من شبابنا وداخل كل طفل من أطفالنا كنز ثمين، قدرات لا محدودة، فقط تحتاج الكلمة تحفزه، الكلمة تقوله يعطيك الصحة، الكلمة تقوله راك تنجم تعمل، الكلمة تقوله راك تقدر إنك أنت تفعل، راك تستطيع. وحتى كان مثلا رخ نهار أنت وين ديما تشجعه وتحفزه، راهو ينجم يوصل. على خاطر النجاح مش انه ديما ينجح، النجاح الحقيقي وقت اللي يفشل ويسقط ويعاود يقف. ولهنا باش نحكي لكم تجربة انا تعرضت لها في الخامسة ثانوي، معناها انا وقتها في سن المراهقة، اول عام ما نجيبش معدل، سيمستر الاولى وانا مشيت توجه ادبي، معناها وقت اللي جبت السيمستر الاولى 9 فاصل، ما جبتش في المات، في المات والفيزيك خاصة في المات ما جبتش معدل 4.5. في السيمستر الثانية نفس الحكاية، السيمستر الثانية الأستاذ متاعي متاع المات ربي يذكره بالخير قال لي ناديلي أمك. مشيت له أمي، قالت له راهو والله أنا قريتها في اليوتيوب متاع المات وراي بطلت وراي ما قبلتوش وراهو راهو راهو. فأنا كيف روحت أمي قالت لي انت راك عملت عليك، انت عملت مجهود كذا في السيمستر الثاني، قالت لي كان انت نجحت هوين، كان انت ما نجحتش بنيتي انت راك هكا بذلت مجهودك، هكا قريت، هكا تعبت، هكا سهرت في الليل تقرا. فصدقوني الكلمه اللي قالتها لي امي، جبت 15 في الماء، عمري حتى عام بقد ما قريت حتى عام ما جبت معدل في الماء، حتى وقتها في الكونكور نتاع السيزيام جبت 16 فاصل وما جبتش معدل في المات، لكن عام الخامسه ثانوي جبت معدل في المات ونجحت السيمستر الثانيه بالمعدل نتاعي، وجبت وقتها في السيمستر الثالث 11 فاصل وجبت اكثر حتى من المتوجع مات. جسمك الكلمه اللي قالتها لي امي. لو كان امي مثلا قالت لي والله انت واحده من الناس اللي ماني عرفتك ما يجيبش مثلا منك ربي، ولا ما نعرفش مني راني دخلت، اي ماني راني دخلت في كريز وراني الله اعلم بالك راني وقتها نجم كما شباب طويك، تجي ام ولا والديه تقول له كلمه يصبح عامل عمليه انتحار ولا محاوله عمليه انتحار. انا ديما نقول شنو اللي يوصل الشاب للانتحار؟ هي الساعه شخصيته الهشه، على خاطر هو كان جات شخصيته متوازنة، وهو كان جا مقدر ذاته وحاسس اللي هو جا في الدنيا هذه لرسالة، وجا بالحق عنده هدف في الدنيا هذه، فالدنيا هذه ما يسلمش فيها بالساهل. أنا نعرف حتى شكون من شبابنا يكون متميز في القراية، يجيب في 16 وال17 ومازاله عام ولا عامين على البكالوريا. تقول له شنو الهدف متاعك؟ شنو هي الحلم متاعك؟ شنو ناوي توصل؟ معناه وين تحب تلقى روحك 5 سنين قدام؟ انا مش نلقاه. يقول لك والله ما نعرف، هاني نقرا يحبوني نكون ممتازين، هاني ممتازين ما نعرفش. معناها حتى اولادنا الممتازين تحسوا كينها سفينه وماشيه من غير هدف، ما هوش عارف على روحه وين ماشي، شنية الطريق نتاعو. وهذا نقول لهنا دور الوالدين اللي احنا ما نخليوش اولادنا بالحق يحس
انه عنده هدف. اقرا اكهو، عبي هك العقليه نتاعك، عبي هك القدرات الذهنيه نتاعك، واكهو بنفس الطريقه. نلغيو شخصيه اولادنا، نلغيو احتياجاتهم النفسيه اللي كنا حكينا عليهم في اول الحصه، فهذايا ياثر على الشيء. سامحني قصت عليك مدام نوال، هذا اللي ظاهر علينا، ظاهر في الافيش اللي عملته مدام انس، انه الناس الكل اتفقوا انه الاكتئاب هكا. ليه مدام انس فسر لنا الافيش اللي عملنا؟ هو الابليكاسيون هذه تخلي معناتها عن بعد نجموا نطبقوا التكنيك نتاع البرين ستورمينغ على اي موضوع، يعني نحطوا فكره الحلقه كما اليوم التغيرات النفسيه للمراهق، والمشاركات تكون معناتها انا انونيما، معناها حتى حد ما نعرفوا شكون اللي كتب. الفكره انه البرنامج يطلع لك الفكره اللي اتفقوا عليها المشاركين بالتايل الكبيره، يعني اكبر الكلمات هما الكلمات المشتركه ما بين المشاركين. اكثر حاجه تعاودت يعني في المشاركات هي كلمه الاكتئاب، الانعزال والتعصب، يعني هما ثلاثه يمكن. الحوار اللي هو يمكن اقل شويه في البوليس نتاعو، في التايل البوليس نتاعو، اما هو كحل، الحل المثالي يعني للاكتئاب والانعزال والتعصب. يعني احنا توا فك نواج دو مو اللي نشوفوا فيها توا المشاكل والحلول او ميم طون مي اون فالور، يعني بارزين وواضحين في الصوره. مدام انس انت حسب رايك كيفاش، شنو الحل لانه كي المراهق يتعدى باكتئاب، كي يتعدى بانعزال، كي يتعدى بتعصب؟ ندخل في فقره الحلول. الحلول كي نوصل المرحله هذيك تولي يلزم اختصاص الحقيقه. علاش؟ خاطر كيما كان تحكي مدام امان لازم نرجع نبربش على الاسباب، مش في كلمه وكلمتين انا مش نحي له الاكتئاب والانعزال. يعني انا باش نحي الاعراض نتاع الشيء لازم نلوج على اسباب الشيء الساعه، ومن هذيك المعالجه تبدا مغادي باش تبدا النتيجه معناتها فعليه وحقيقيه. خاطر اذا كان انا مش نكتفي من عشنا نقولوا مكتئب نمشي نبدل له الجو ولا نفرهده ولا كذا، مش تكون حاجه معناها بروفيزوار، واول ما ترجع الظروف ولا اول ما ترجع الظروف والاطار يرجع كما كان، كيف كيف الاعراض مش ترجع وكل شيء مش يرجع، ويمكن ينزاد على خاطر يمكن فك الفسحه هذيك تجدد الامل شويه ومن بعد رجع الانتكاسه جديده. يعني دونك الاسباب الاساسيه اللي وصلت للاكتئاب والانعزال والمشاكل والقلق وغيره شنو هما، لازم نحددوهم، نوصفوا الوضع بالضبط، نحددوا المشكل وين، ومن بعد نشوفوا شنو الحلول اللي ممكن تطبيقها حسب الاطار اللي المراهق هو موجود فيه. يعني اسكو الساعه الاطار اللي هو موجود فيه قابلين انهم يتغيروا، قابلين انهم يكون بالحق فما حل. اكيد هو مش السبب، خاطر نعرفوا احنا الصغير هو صفحه بيضاء، واللي تركب فك الصفحه البيضاء الكل هو نتاج العائله، هذا اكيد. يعني اذا كان العائله مش متقبله فكره ان هي سبب مشكلته صغيرها، الباب يبدا مسكر هنا ساعه، مرحله اولى نفوتوا مرحله انت سبب ولا انا سبب، البو ولا الام، ساعه يبدا يترموا في التهم، انت اللي مش لاهيه، لا انت لازم تتلاهي. وبالطبيعه احنا نعرف تبارك الله في المجتمع نتاعنا مع احترامي معناها للاباء العزوف التام، يعني استقاله تامه من دور الابوه، ومسلمين على شيك ابيض كما يقول المصري للام، سيرتيفي الام تعرف تربي تبارك الله عليها، معناها تعرف كل شيء، المراه التونسيه بارعه في كل شيء. وقتاش يتقلب؟ تتقلب الطاوله وقت تصير حكايه، وقت الام ترجع اسفل السافلين. يعني هذا هو الواقع بالضبط، معناتها نوصفه فيه. الام وحدها ما تنجمش، البو وحده ما ينجمش، كل واحد في بلاصته وكل واحد عنده دور مع البنت ومع الولد. الشباب الاولاد ما حكيناش عليهم، ما حكينا كان على الطفله. الاولاد راهو زاد في تونس، انا نشوف اللي الاولاد البنت عندها حل وحكيت عليه مدام امال، وهذيك هي الحلول. نتصور الاولاد معناتها الحلول معاهم حاجه اخرى ومشاكل اصعب برشا. علاش؟ خاطر الاولاد نقولوا احنا سنه خامسه ابتدائي سادسه، يولي ياثر فيه اللي يشوفوا في الاخبار واللي يسمعوا شنو صاير
البلاد اللي عايش فيها يندرى مشجعة لشبابها، فيها أمل، مش نلقى خدمة ما نلقاش. أنا جوني في الكوليج سنة سابعة مش نبطل القراية، ولا بس عليه ما عنده شيء، سنة سابعة مش نطلع كوارج، القراية ما توصلش يعني ذي بالملموس، مازال هو ما جربش حظه حتى إنه باش يقرأ، مازال في التريمستر الأول وهذيك العنوان. يعني أساسا هو مش مستعد للمرحلة هذيك من 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 أساسه. وانا نشوف المشكل بالحق متجسد في الاولاد اكثر من البنات في وقتنا تو في مجتمعنا التونسي بالخصوص. يعني باش خلينا نشوفوا في الـ في الـ في الواقع كما هو، الاولاد يشوفوا خاطر يخرجوا للشارع يمكن أسوأ ما فما في المجتمع هم اقرب ليه من البنات، لو انه فما اما فما في البنات زاد اما في الاولاد اكثر. الاولاد ديما عندهم تاثيرات نتاع انت راجل مثال اش تعمل كذا، يعني نجم تغلط، نجم نجم تجرب، نجم المشكل مش مشكلة العمر. نراه احنا السيجار في يده هو اطول من صبعه حتى كيشد ويضحك، معناتها تقص عليه مثل في سكيتش ولا في حاجه ما مش خارج عليه، يعني معناها يتصدع في حاجه ماهيش نتاعو. علاش؟ غيان كو باش يرضي اكل اللي قال له انت ماكش راجل كما تشدش السيجار وهذاك. يعني اذا كان نرجعوا للموانع اللي يلزم نزرعوها في صغارنا ملي هما صغار، باش كي يلقى روحه في موقف كيما هكا يعرف يقول لا من غير ما يولي سخريه عند الاخر، من غير عند الاخرين، من غير ما ينساق على خاطر يحب يرضيهم، يبدا عنده الاستيم دو سوا، يكون هكا فرحان بروحه ومعتز بنفسه وقابل نفسه، معناتها يولي ينجم يفرض رايه ويرفض اي حاجه خارجه عليه هو يحب يعملوا ولا هو اللي تربى عليه. يعني هذا غوسو مودو في كلمتين، ولو انه موضوع كان نقطة الغدوة احنا ما نحكيه وما يفيش، خاطر بالحق يمس العائلة التونسية، يمس أساس المجتمع، يمس مستقبل البلاد هذية. شبابنا هم المستقبل، المراهق متاعنا اليوم هو باش يكون مسؤول علينا نهار آخر في موضع من المواضع. انا ساعات نقول مكانتي نبدا نكمر انا هما اللي فيهم بالضوء وهكا وعندي فيهم امل، باش كي نمرض ونكتب هكا نعرف شكون نمشي وعند شكون باش نمشي نداوي، خاطر جي با كونفيونس انه خاطر الله اعلم نجي نبني دار ولا نجي نعمل حاجه نعرف شكون نمشي زادة. يعني بالحق نقول في اسماء معينه باش نلقاهم نهار اخر. ديجا لقيت بنتي اميمه ما شاء الله لقيتها مصدعيتني اليوم، ونعاود نشكرها ونشكر كامل فريق راديو انت على البرامج الهائله اللي تقدم فيها وعلى الوجوه النيره اللي تستضيف فيها، وان شاء الله الموضوع هذا نعاود نتناولوه مره اخرى بطريقه اخرى بتات. وشكرا والله. شكرا مدام انس، عايشك مدام نوي. نعطيو الكلمه ليك، تحكي لنا شنو هما الحلول، كيفاش البو كي راه ولد سي بون في فتره الانتفاضه كما قالت مدام امين، كيفاش يطمنوا، كيفاش يرجعوا الحضن البو او الام؟ يسمع يسمع، اول مرحله يسمع. هو مش كان ولدك، هو اي انسان كي يجي في حاله انتفاضه ويجي يقول انا، يبدا يجبد من الخابيه ويحط في الجابيه بلغتنا احنا التونسيه. هو شنيه عنده طفره كانه كاس، انت تبداش الكاس هذاك هو معبي، انت ايش تبدا تزيد عليه وتعبي، مو مش تصير بشي فيض، خليه يفرغ هكاك الجعبه نتاعو. اسمه ما تعملش حتى رياكسيون. ساعات يجي بارون يقول لي والله لا عملت حتى رياكسيون، والله لا كلمته. يهودي نقول له يا ليت تكلمته، على خاطر تعابير الوجه، الجريماس نتاع الوجه، لغه الجسد اقوى من الكلام. انت تبدا ساكت ولكنك توصل له في رسائل ما نحكي لكش، فرد بالك على خاطر حتى وقت اللي انت تبدا ساكت في بعض الاحيان الجسد نتاعك يقول في كلام اقوى من الكلام. لهنا رد بالك من لغه الجسد نتاعك، ما تبداش تقول انت مش تاكله بعينيك، وجهك مقلوب عليه، وجهك اصفر. في بعض الاحيان ساعات تلقى ولي وجهه يقطر، بلغتنا احنا التونسي قطر سم لولده قرب الناس ليه، ويقول لك والله لا عملت له شيء. يا ولدي يا ليتك انت تكلمت ويا ليتك فضفضت. انا نقول له لهنا قوم في مرحله الحياد، اسمع
وانت محايد، ما تحاولش الكلام، ما تحاولش تبدا تسمع فيه وانت تتفاعل مع كل الكلام هذاك، فيظهر على تعابير الوجه بتاعك الغضب، يظهر الاستياء، يظهر الرفض. حاول انك تسمع الكلام وازي زيرو. نقول انا تفاعل مع الكلام بكريماس نتاع الوجه. انا مثال، فما مره بنيه جاتني تبكي، جبت 18 فاصل هي في سيزياماني، قالت لي بابا خذالي القرني وما عجبوش المعدل. قلت لها انا كيفاش عمل؟ قالت لي خذالي القرني قراه ورجحوا لي. قالت لي هكا وخزر لي على جنب وقهو. ناديت له انا البو، انا مروحه الخمسه بالصدفه على بعضها. قلت له يا اخي ما عجبتكش 18؟ انت قبل جبت 18 كيف كنت تقرا؟ قال لي لا. المدام جابت 18؟ قال لي لا. ما انا قلت له شبيك عملت لطفلك؟ قال لي والله لا عملت لها شيء، والله لا كلمتها. قلت له يا سيدي يا ريتك تكلمت، راهي الحكايه هكا وهكا. قال لي والله تو نمشي نشري لها كادو ونشري لها. فكأن احنا بالنسبه لنا اولادنا كل شيء ماده، تو نرضيه بكادو، تو نرضيه بحاجه. يا خويا ما ترضيش، ابتسامه، نظره يشوفها، نظره الاعجاب في عينيك، صدقوني بالدنيا عند صغير. وقت اللي تحضنه وتطبطب عليه في بعض الاحيان وهو جاي خايف، اعمل حاجه ما هيش باهيه، وقت اللي تقول له اوكي تو بلغتنا احنا خص سلامه في الصدور. توا انت مثال، كي تجي مش تعارك ولدك على كاس، ولدك وهو صغير كاس تحت كاس، انت تطيح تتهز وتتنفض، يا اخي بعدك الكاس هذاك باش يرجع؟ انت ما تكسر، هو صاي تكسر. انا ديما نقول لهم تكسر الكاس، ما تزيدش تكسر ولدك مع الكاس اللي تكسر. على الاقل استحضرنا على شخصيه ولدك، الكاس تكسر وصاي مشي على روح. انا عم نقول بنتي كسرت بيسي، البيسي فاقت الصباح حبيت تعمل له تنظيفة بلا جاكس، ما عودش حبيت حل حصيله في البيسي في خدمة 10 سنين. تصوروا انتوما خدمة 10 سنين في البيسي هذاك، ما يخدم معي حد في البيسي جديد. كيف هزيته للراجل؟ قال لي نعرف مدام الخدمة وجعتك، لكن نقول لك انه الضو اللي ركب فيه وقت اللي هي غسلته بالاجاكس كانت تنجم تموت لا قدر الله ولا تتحرك. قلت له سكر البيسي وخليه عندك، كان عجبك خوذ وكان عجبك بيعه وكان عجبك طيش وكما انت تحب، على خاطر صييل حدث صار. فانا مثلا كان باش نضربها، باش يكون ردة الفعل عنيفة متاعي، باش تبقى هي في ذاكرتها. بل بالعكس انا والله معناها حاول، وهي لين روحت انا العشيه وهي خايفه من رده الفعل بتاعي. وقت اللي حضنتها نحس في قلبها يدق في دق مش عادي. فتصوروا انتوما قديش من حاجات يعملها ولدك ولا في خاصه في سن المراهقه سن الشباب، انت تبدا شخصيته تسحق فيها سحقان في بعض الاحيان بكلمات طالع هابط، ولا ساعات ما غير ما تتكلم تبدا تعمل في تعابير وجه قاسية. كون حنون اقرب له، حاول انك، هو القاعدة بتاع التواصل شنية؟ الفهم ثم التفاهم. افهمه، افهم المرحلة اللي هو يمر فيها، افهم التغيرات اللي هي قاعدة تصير عليه، افهم الجو اللي قاعد يعيش فيه، افهم علاقاته كيفاش، هل انه اصحابه قابلينه، هل انه قاعد خاطر هو يحب في المرحله هذيك يبدا عايش هكا مرحله القبول وهكا الحاجات هذيك، هل انه قاعد علاقته باصحابه جيده، علاقته بالاساتذه جيده، علاقته البرة التواصل بتاعه كيفاش. فالتواصل مهاره يتعلمها للشاب، ماهيش مهاره صعيبه، مهاره نكتسبوها. لكن اذا انت تكون تحب تعمل الاتصال، انا نقول لك وانت نفذ، انا نقول وانت اللي نقوله نفذ، اقبل ونفذ من غير حتى ردة فعل ومن غير حتى ما تناقشني. الطرق هذه صحيت أميمة الأوامر، الطرق هذه تخلي ولدك يبعد وتخلي المساحة تتسع بيناتكم. وقت اللي تتسع المساحة باش يلقى ناس أخرين يقوموا بالدورة متاعك، انتي
مش بالطبيعة الدور التربوي، لكن باش تصير عملية الاحتضان، باش تصير ناس تسمعوا، ولكن الناس هذوما شنو باش يزرعوا في أفكار أولادنا. فأنا ديما نقوله اسمع ولدك قبل ما يسمعوها الناس، احضن قبل ما يمشي يلوش في الشارع على ناس تحضنه. كان انت ما تحضنش ولدك اللي جبته من شكون يحضنه؟ كان انت ما تلقاش وقت لولدك تفهمه وتسمعه من شكون باش يسمع؟ هذايا الحلول حسب وجهة النظر متاعي، وبسيطة وكل ولي ينجم يعملها. الولي اللي ما ينجمش يسمع، نجم أعمله دفدر كراس، كراس المشاعر والكراس الأحداث، كل واحد يكتب شنية الحاجات اللي صارت. ولا ساعات فما أنا يجيوني شباب لدار شباب يقول لي ما نجمش أنا ونقول بابا الكلام هذا، والله كان نقول يضربني ولا يعمل، ونقول له تنجمش تكتب له رسالة؟ هي يقول لي يمكن رسالة، يمكن على الأقل هانو يقرأها واحد. فعلى الأقل إذا ما فماش التواصل الشفوي يا أخويا التواصل الكتابي، أعملوا رسائل، كل الرسائل بتاع البريد بتاع قبل، يعملوا دفتر بتاع أنا والله اليوم البو يكتب أنا اليوم مثلا متقلق، صارت لي مشكلة في العائلة. تحاوروا، أعملوا وقت منكم باش تتحاول. الولي يحاول يحكي كل ولده مثلا والله أنا اليوم تقلقت في الخدمة، أنت كيفاش عديت الوقت متاعك مثلا في القراية؟ في بعض الأحيان يقول يا أخي أنا باش نشاركه في همومي، يا أخي هو باش يفهم منه. والله لا، والله أنا بنتي عمرها 5 سنين بتقول لي ماما مثلا اليوم ونخدمت، يقولها راني خدمت، هك شنو عملت معاه الصغار؟ ولاش عملت فك الحاجة هذيك؟ ولا أنت اليوم تعبة؟ نجم ونلعب وإحنا يفهم. إذا أنا ديما نقيس ونقول كان بنتي عمرها 5 سنين فهم، ما لازم واحد عمره 15 سنة ما يفهمش، ليه هو يفهم؟ لكن أنت وقت تقول له راك ماكش باش تفهم وتقعد تبرمج وماكش باش تفهم ماكش باش تفهم، باش يوصل أسرتامه وما عادش يفهم، خاطر المخ نتاعو ما عادش باش يتجاوب. فالوالدين نصلحوا رواحنا قبل ما نطلبوا من أولادنا إنهم يصلحوا رواحهم. صحة مدام نوال، التغيير يجي منك قبل ما يجي من ولدك. يعطيك الصحة، ولدك هو انعكاس لك انت راه ممتاز. اي حاجة تشوفها انت ولدك راهي الغلطة منك انت، صلح انت الداخل نتاعك. يعطيك الصحة مدام نوال، شكرا على الإجابة وشكرا على الكلام الرائع اللي كنت أقول فيه. مدام أمال، مش نسألك على حل انه صغير تعدى فترة الطفولة انه ما يتسمعش، قالت المراقبة كما قالت مدام نوال، قالت أسمع ولدك، كيفاش تخليه يحكي لك وهو أصلاً مكبوت ما ينجمش يحكي؟ شنو هو الحل باش ترجع تجذبه ليك؟ لا، مش نبدأ بحاجة هكا عملية هنا توا. إحنا قدامنا، باش نهبط شوية باش تشوفوا معايا، هوني عندنا كيس. كيس. الكيس هذايا فاضي. هذه الكيس عبارة على إبرك، ابنك غادي، أنت شنو باش تعبي فيه؟ شنو باش تعبي في الكيس؟ هذوما الوالدين. دونك أنت باش تعبي في الكيس، نقولوا احنا خاطر احنا الليلة حكايتنا على السلبيات وعلى الابن، نقولوا احنا اللي صار له انتفاضة، صار له يعني انقلب عكسا على الأباء، فأنت صبيت له عدم اهتمام، صبيت له نقولوا احنا عدم الاحترام، عبيته بالكلام المؤذي، زدت شحنته تقوله اللي انت ما يجي منك شيء، زيد تشحنه تقوله شوف كي نقول لك تمشي لغادي تمشي، ما تمشيش ما تمشيش، تزيد تعبي كل يعبي كل حاجه تعملها قاعده تعبي فيه. تقول له اسمعني راهو الماكله هذيا ياكلوها الناس الكل، ما فماش نطيب لك وحدك، وراهو شوف ما عنديش وقت لك باش نسمعك، وراهو انت وانت وانت وانت، حتى اش صار الكاس توا قدامكم تعب، فاض الكاس وين عندك باش تعبي توا؟ ما عندك ما تعبي، الكاس فاض، هذيك هي الانتفاضة متاع ابنك، لما فاض الكاس انتفض في عمر معينة،
فما صغار ينتفضوا في 12 سنة، فما صغار ينتفضوا في ال 13 وال 14 وال 15، فما في ال 16 ينتفض، يبدأ يعبي يعبي بعد خلاص به. لما ينتفض باش يصير بيان سور كل شيء باش يتبزع. معناها معناها انا باش رد الفعل تو توا، انا باش نعطيك عدم الاحترام اللي عطيتولي، باش نعطيك الكلام السلبي اللي عطيتولي، باش نعطيك كل حاجه انت عبيتني بيها انا اليوم باش نعطيها لك في رجح لك. به احنا صغيرنا في سن الانتفاضة إذا كان ما نتعلموش الليلة الليلة نقرروا ثلاثة أشياء تمسح من التعامل مع ابني وتعوض بثلاثة أخرين. المقارنة، شو ساعات حتى مش ولد عم ولا صاحب ولا جاره، خوك، شوف خوك ما شاء الله عليه وكذا، شيء انت تتبع حتى خوك راك ما جيت شيء راهو سبحان الله هو را. وانت تشبيك هكا يا مقارنه باش نبدلوها المقارنه بشبيك وعليك وتسيتيغا وخوك شوف خوك شوف خوك شوف خوك، حتى نزرع في ابني كره الخوف وقت اللي هو كان يحب خوه اصبح يكره خوه منك انت يا اب يا ام. انت شنو زرعت له ما غير ما تشعر هيك المقارنة هذيك. فنعوض المقارنة بحاجة اسمها حبيبي حبيبتي ما تطلع عليك مش على خاطر تشوف خوك جاب شهادة معناها راهو ممتاز عليك برشا، لا حبيبي هو ممتاز اما حتى انت ممتاز، حتى انت يا عزيزي يا عزيزي يا حبيبي يا ولدي يا عمري يا يا شوف شوف يعني فما كلمات راهي تتقال لابنك مهما كان درجة العنف اللي ولات فيه ومهما كانت ردة الفعل اللي أصبحت فيه أو التعامل معه معك أنت. أعرف من البداية أنت السبب، يعني الليلة بادر أنك تغير. علش نعطيه أحنا ديما البدائل؟ لأن ساعات تقول له نحي المقارنة يقول لك بيه سي أنا نحيتها طو ما عشان قارنه ما غير ما يشعر ثلاثة أربع أيام جمعة يقول له طو علش ما تعملش كخوك كخوك رايض وانت كان بهابل شفت ما غير ما يشعر لانه ما عطيتوش البديل. لما تقول له اعطيه في عوض اللي شوف خوك شوف خوك لا خوك صحيح ممتاز اما حتى انت ممتاز خوك جاب شهاده والله انت ايضا قادر تجيب شهاده وممكن حتى اعلى من شهاده خوك انا عندي ثقه فيك بسم الله على ولدي ما شاء الله ربي يعطيك طاقة الذكاء ما شاء الله لأنه الناس كل عطيهم طاقة الذكاء كل واحد كيفاش يستغلها أنت ما زلت ما استغلتش ذكائك بالباهي شفتك عطيتك البديل. الثانية التقزيم التقزيم تقزيم أعمال ابني مهما كان العمل اللي يقوم به تلقاه مسكين يجري ويجري ويحب يعمل حاجة هكا سوديزو قولوا احنا مثال حس أمه تعبة اتسيتيرا حب ينظم شوية سالون حبها تنتبه معناها يقول لها يما عملت لك سالوري قلت لك باش انت معناتها شفت هذاك راهو محبه من الصغير الام وحبنا على المحبه شوف هي اش تعمله سالون في يعطيك الصحه ما حسبش عملت بلاي حتى انت يا وليدي انا نعدي طول النهار انا نحرك انا تعبه حاجه عظيمه معناتها انت اللي عملتها شفت التقزيم هو فرحان اعمل لك حاجه على قدر طاقته ومخه شقله قزمتها نعطيك البديل يا ام او يا اب وليه مش عايش ولدي يا ربي بارك لك حسيت بامي فيك عايش ولدي الغالي راني نعرف عندي كان ولدي محلاك الله يبارك لك يجي عندنا امي فيك يجي جاني جاي وامشي له انت ما تستناش هو يجي عندك هو عمل هو قام بالعمل انت مش تكافئ مش هو يجيك باش تكافئ انت تمشي له انت هذا البديل به. قلنا الثالث حاجه هي الاحباط هذا يا صغيري باش نحبطه انت كي مشيت لدار صاحبك شنو قريت اش عندك ما قريت يحكيو ديما على القرايه محسوب معناتها كان جبت شهاده معناتها حاجه كبيره حتى انا راه حتى يما راني المره هذه جبت مويا كان 9 و10 11 جبت 14 عادش ب 14 ايه وبعد اي بي جبت 14 ايه بعدها
معناتها هو جاب لك 14 ويجي فرحان بها وانت ايه وشو باهي وبعد وين باهي تنشوفوا اختي المستر الجاي الله يهديك عايش ولدي ما شاء الله ما شاء الله على ولدي 14 هاو البديل بسم الله على ولدي والله حتى انا كنت متاكده وصدقني متاكده المره الجايه ممكن تجيب حتى خير نعرف ولدي طاقاتك عاليه كي تحب تعمل راك تعمل بسم الله على ولدي اجا اجا بوس اجا وتمشي له انت تقول اجا عايش ولدي شفت البديله ثلاثه حاجات مهمين انهم يتبدلوا بثلاثه حاجات اللي قلنا عليهم مدام أمية سامحني قصت عليك تحكي الحكاية وتعيشنا فيها معناتها تلمون تحكي ساطة أكيد ولا ونعطيك في حاجة معايشة وطبيعية وتجيني حاجات أنا مارستها مع العائلات على فكرة أنا هو أنا استشاري أسري كونسلتون فاميليال يعني ما ناخوش الكونسلتاسيون جوست عندي في الكابيني وتقف نواصل نعمل الدائرة يعني بتاع العائلة ندخل في وسطها أصلا أصبح فردا من العائلة فنشوف العلاقة كلها الأب والأم والأبناء والتصرفات ونقعد محايد شخص محايد في بعض الأحيان نسجل دي فيديو خليهم يتصرفوا نسجل ومن بعد نعيط لهم شوف أنت لما تكلمت لما كذا ساعات حتى لما يحسوا بك تسجل يحاول يحسن من 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 كيفاش يتكلم كيفاش يتصرف اي فنقولوا برافو هنا انت عملت محاوله وبرافو عليك يعني راني انا عارفه اللي انت كنت تقول اقوى ما انت شديت روحك يعطيك الصحه هذه محاوله طيبه فنزيد نعطيهم شحنات بالعكس باش يقدم الاب والام مش باش يحس كانه عمل غلطه ولا كانه تفضح ولا نو اضرب الحق عمل محاوله باش يحسن من 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 الحوار اللي بينه وبين صغيره او من طريقه التصرف والردة الفعل بتاع اليد زادة خاطر الحركات هي والعبارات راهي تجي اما لفظا او بالعين طريقه النظره او بالجسم يعني باليد كلها عبارات تعبر على موقف معين اما اني نعطيها لك عبارة سلبية ونعطيه إيجابي فإحنا الليلة نحب نزرع الإيجابي نعوض السلبي بالإيجابي الحل قلنا ثلاثة حاجات يزمهم يتغيروا ويتعوضوا اللي هما قلنا المقارنة المقارنة جيدة مش مقارنة متاع نقزم ابني التقزيم أشياء بسيطة يعملها نعطيه قيمته فيها الإحباط أنه ما كيف يعمل حاجة من نقزمها لهش من نضبطها لهش من نحطوش محبط مسكين هو يجري بشي يعمل حاجة دي بلوس من الحوايج المهمة أو الحلول أنه نحاول نعمله هكذا نعطيه حتى المتفرج ضمي ديك كما أنت معناتها ضمي ديك ترى مميمة أستاذة نوال أستاذة سوندا ضم يديك كما تحب انت كما تضمهم العاده يعني وطلعهم الكاميرا باش نشوفوا مع بعضنا ضم يدينا شوف ضمت الايد كيفاش عملت هكا ضميتهم توا مش تضم ايدك عكس اللي انت مستانسه تضمه عكس شفت انا كان الصبع الصغير هذايا تحت اصبح الصبع الثاني تاع اليد الاخرى اوكي كنت نضمها عادي اصبح نضم خليها ترقع وتحلها وضمها بالثانية بالضمة الثانية اللي احنا توا ابتكرناها الثانية مش اللي انت متعودة بها الثانية اعمل مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة حاول ترجع الضمة متاعك الاولى رجعت لها ولا رجعت لها ترجع لها ساعة تغلط وكان توا نعملها 21 مرة الضمة الجديدة نعملها 21 مرة تجي ترجع للضمة الاولى تقعد في اللي تعودت عليه هذه ايش معناتها الحركه هذه اسمها التغيير يعني انت قادر على تغيير نفسك برك تكرار مع الاستمرار يعني نكرر انه انا نحب نتغير في هيك الحاجه انا نحب فتلقاني اوب 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 اي ايش قلت انا قررت باش نتواصل بحب مع ابني قررت اي هو قرار وصار يصير من داخلي التغيير صار انا نجم نغير اي نجم تتغير مهما كان عمرك مهما كان ثقافتك مهما كان مسؤولياتك مشغولياتك
مهما كنت انت فانا مجال انت يعني، فمع بيت في مجالات عليا مثلا ما مكرس حياته، جزء العامل او الجزء العالم اقوى منه هو اللي متقوي عليه، فطاغي على الاجزاء الاخرى. نقول لك راك انت اللي مش تعيش مريض، مش صغيرك، انت مش تعيش مريض بدءا، مش تمرض معاك صغيرك او اللي دايرين بيك في العائله، لانه انت ما احترمتش الاجزاء الاخرى فيك اللي هي جزء الأبوة أو الأمومة، جزء الذات، أنا ويني في العائلة، جزء الـ قلنا الأب والزوج والذات، هذوما لما تنساهم مش يدوروا عليك من غير ما تخمم، مش يعيش في نكد في كدر في حزن، تحكيوا على الأباء والأمهات. دونك نتعلم كيفية التواصل مع ابني، أي نعم نتعلم، نخصص شوية وقت من 24 ساعة في اليوم، رغم 24 ساعة نحي منهم 6-7 ساعات نوم، نحي منهم 8 سوايع عمل. قديش ولاو يا أميمة؟ 9 ساعات، نحي منهم ساعتين يمكن في الثنية وفي المواصلات بس نمشي ونجي لداري وفطور ونحي ساعتين، شوف ظل 7 ساعات، نحيو ساعتين مثلا بخل فديت باش نعمل بوست قهوه باش نحكي مع ساعتي في التليفون نتفرج على مسلسل، ها شوف ظل 5 ساعات، 5 ساعات تجم تعمل فيهم اللي ما تتصوروش لا على البال ولا على الخاطر. نحي منهم ساعه تعليم ذاتي نتعلم، نحي منهم ساعه كما كانت تحكي مدام نوال، نقعد مع ابني نسمعه بحب، نسمعه شوف هذا الكل يصير، تعرف وقتاش لما نفصل نفسي كمعلم أستاذ كوتش كذا، نفصل نفسي معناتها العملي أمال العاملة سندس الأستاذة أو سندة نوال الأستاذة، وندخل أنا في الثنية، ندخل في مرحلة نوال الذات، نوال الزوجة، سندة الأم، نبدأ نحكي هكا مع روحي. هذا اسمه تدريب على واقع أنا أعيشه ولم أتفطن إليه، تدريب على واقع لما أنت تروح درب في نفسك، هذا هو التغيير، درب في نفسك على واقع أنا أعيشه افتراضيا وليس واقعيا، فأصبح اليوم قراري أني نعيش الواقع، نروح ندرب روحي على واقعي باش نحس بروحي باش نجم نحس باللي حولي في البيت. على فكرة وبين ضفرين، اللي ما يحسش بنفسه راهو مش باش يحس بالآخرين، فاعمل على نفسك ساعة. أنا نحب نحس روحي أنا أم، أنا أب، أنا بوراني، إذا ما نحسش بالأبوة عندي صغير، الصغير اللي محرومة منه برشا عائلات، صرفوا الملايين ما لقاوهاش، ما شافوهاش، ما جاهمش، انت جاك عطاهولك هديه المولى، كيفاش نحافظ عليه؟ كيفاش نجم تعمل معاه؟ نتعلم له. يا ودي عمري 50 سنة اش عندي ما تتعلم؟ ان شاء الله حتى عمرك 70 مازالوا شي عامين في عمرك، اتعلم كيفاش تغتنم باش تربح ولدك. هيك العامين، هيك العامين تتعلم فيهم تفسخ اللي عملته له في 50 سنة، مش في 10 سنين وستة سنين وثمانية سنين. اثنين أو ثلاثة، قلنا إعطاء من وقتك للأبناء، أنه نخصص له وقت ونقعد معه ونسمع. كيف نسمع نشاركه الرأي، نقول له يا بابا أنت إيش حسيت، مش باش نسمع وباش نتحكم فيه، مش نسمع وعليش عملت هكا أنت، وعليش قلت له هكا أنت، مش فيك عملت هكا أنت، عليه مش هكا رو هكا، لا 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 مش سمع ذا، اسمعوا باش باش نقولوا عندك الحق، باش تزيد تحل، الغلطه تولي 10. لا يا خويا الكريم، لا يا اختي العزيزه، تسمعوا باش تفهموا، تعرف اش عنده مانك وتحاول انت تدخل في هكا المانك تصلحه. شو تقول؟ تقول له يا ولدي صحيح انا جاتني فتره ممكن ما سمعتكش، جاتني ممكن فترة اللي أنا ما حاولتش نعطيك من وقتي، ربما تليت برشا بالخدمة
حبيت انه اعطيه مش اعذر لكن اعطيه الواقع، قل له حبيت نوفر لكم الامور الماديه، ربما خفت لا بالك شيء ينقصكم حاجه كذا، ولكن فقت اليوم اي يقول فقت اليوم اللي مش هذاك هو الاهم. الاهم حياتنا مع بعضنا، هاني اليوم صحيح ربما مخر شويه اما جامي تروتر، جامي تروتر، ماكش مخر برشا راه وخرت اما ممكن مخر برشا تجم تراتربي اللي انت ضيعته. احترام رايه مهما كان، مهما كان رايه مخالف ليك، مهما كان رايه ربما مش ينرفزك شويه في حاجه، اختياراته احترم اختياراته ورايه. واذا كان تحب قل له انا مش ندخل بالنصيحه، حسب رايي انا انت اخترت السروال هذا صح لولدي، رايي يكون احترمه. زيد جرب حاجه اخرى او كفما قدامك ثلاثه اربع انواع، اما في الاخر ولدي رايك يصلح بك. شفتها تعطيه حريه القرار، مش وحده تتجرب تعمل في كوتشينج مشاتو اسمع ولدي هو ايه رايك، هو رايك لا الحق لا 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 نحترمه، اما والله كنت تختار هذا اخي والله نسمح طريقه يا مش هكا مش هكا فهمني. دونك تعطيه مجال من الحريه المطلوبه الغير مشروطه، مجال من الحريه المطلوبه الغير مشروطه، ما نبداش اسمع باش نعطيك حريه تتكلم روا اما ردبك تقول لك هكا شو عندك حدود ها تعديش الحدود احكي راه بحريه عندك حريه تعديش الحدود شوف شرط كذا فهمتوني. دونك نو بابا انا تكلمت تفضل شو تحب تقول شو تعقيبك علي انا حكيته تفضل ميساج ديما في الاخر احترم رايك يا بابا، تعلموا احترام رايك انت يا اب يا ام. لما نقول له نحترم رايك علمته الاحترام ان ديريكتور ما غير ما هزيت عليه يدك، ما غير ما سمعته الكلام، ما غير ما قلت له كلمه جارحه تقعد له تحفر مدى الحياه. كما كانت تحكي بكري مدام نوال قالت على هي ام فبالتالي ما تحبش امها او عندها كره لامها، هو في الاصل جاتني الحاله هذه يا مدام نوال، هو الاصل مش الكره للام راهو هي عندها الم، اما هي كره للمعامله نتاع امها او للفقد فقد الامومه اللي عندها من امها. انا عندي واحده مارست العنف شويه لقتلت بنتها على نفس الحاله اللي تحكي اللي حكيت عليها مدام نوال. شنو اللي صار؟ عملنا لها رتراباج حلينا بون ترتينا لها الملف المحلول في الـ في الـ في اللاواعي وعملنا لها تصالح لانه بين ظفرين للناس الكل كبار وصغار خاصه الاولياء اللي هما محل اهتمامنا الليله راهو مش كطفل المراهق راهو اهتمامنا الوالدين الليله، لانه المراهق اللي احنا قلنا ما فماش مراهقه، الطفل المنتفض هذاك نتيجه ما وقع من او ما زرع من الوالدين، فالليله اهتمامنا راهو بالوالدين اكثر من الابناء، لانه لما تحط صبعك على الداء اصبح هناك دواء، فبالتالي الابناء باش يتبعونا. الداء حطيناه انه فما سيركوي مسلسل قاعد يتكرر مكسيكي ما حبش يقص نتاع 777 الف حلقه ولا 7 ملايين حلقه، فتوا صار وقت انه نحيو المسلسل ونبني الواقع من الواقع. انا اليوم يا ابني فهمت ما كنتش فاهم انه غلط لما تعاملت معاك بطرق معينه بكذا، لانه ربما قبل صار فنعمل قاعده تصالح ساعه قبل كل شيء بيني وبين نفسي والواقع اللي عشته في زماني. شوف يا ابي ام لو ما تتصالحش مع امك وابوك وبمحبه تقول الله يرحمهم صحيح غلطوا برشا لكن والله تعبوا علينا، والله لما تعمل تصالح وتحب امك او ابوك اللي مارس عليك الضغط النفسي ماكش باش تجد تتعامل مع ابنك بسلام، تقعد عندك ديما فما دماله من داخل. دونك الليله تصالح مع ماضيك باش يصبح حاضرك مزيان كيفك والمستقبل ازيان ان شاء الله.
الظاهر مدام أجل فما حاجة مهمة يا أميمة نختم بها. صغيري لما نتواصل معه نحاول نعمل التغيير اللي قلنا عليه وندرب نفسي على الكلمات ربما اللي كنت أقولها نعمل عكسها اللي هو إيجابي. من جملة ما نقول أنه كما قالت مدام نوال اليوم شبابنا ما عندوش أهداف. اليوم كما قالت مدام سندا أنا نخاف كي نمشي للطبيب وليد نختار الطبيب الباهي. مدام شخصونا من الأجيال ذوما مدام سندا أنس سامحني مدام أنس حتى كتبت قدامي ظهري كتبت بالغلط باش ما نغلطش وغلط باه. اي كما قالت مدام أنس زادة أنه لا إله إلا محمد رسول الله كان فما فكرة شكون نحكيو باه نواصل ما يسالش. قالت فما ربما صغيرات ما عندهمش أهداف أو تخاف من الطبيب اللي تختاره تخاف من البني تخاف يعمل لك حاجة يهد لك الدار غدوة بعد عام دارك تتشق دارك تعمل. شفتوا هذايا الكل نتائج العائلات منين خرجوا البناي والطبيب والمهندس وال منين خرجوا من العائلات. العائلات اللي عندها برشا اخطاء فبالتالي طلعت لنا وزير ما يعرفش يدير، طلعت لنا رئيس داخل في حيط، طلعت لنا واحد في معناتها يشد مأمورية بلاد يدخلها كما قالت مدام نوال بكري في حيط، هما مش الاولياء هما الانخاخ تطلع. فبالتالي راكم باش تطلعوا لنا جيل باش يقف بالبلاد باش ينهض بها. كيفاش باش ينهض؟ كيفاش وانا خاف من الطبيب؟ نخاف اللي هو ما عندوش هدف باش يولي طبيب، ولا طبيب على خاطر يولي طبيب ولا ابوه هو مسكين حب يخرج مثلا رسام ولا حب يخرج ما نعرفش انا خياط سيبو يمارس شنو اللي حب عليه. هاكا هو طلع طبيب، هاكا طلع طبيب يتعرف عليه انت شعمل باش طلع طبيب. يمكن فسكه عدى عمره يفسكي يا اخي ما نعرفوش احنا شباب فسكي عدى عمره يتبع في فلان وفلتان وهكاكا بالنهله ينجح يا اخي انا مش فيهم كيفاش ينجحوا من العام العام. دونك مسؤوليتك كبيره يا اب يا ام انك باش تطلع لنا جيل، اما جيل فاسد والعياذ بالله أو جيل واعي ناضج مهم قادة للبلاد والعباد. شكرا مدام أميل، شكرا مدام أنس، وشكرا مدام نوال. هالمعلومات إن شاء الله يا ربي صوتكم يوصل لكل أم وكل أب، خاطر هو الطفل مش هو المعني بالأمر، الأم والبو. كلمة صغيرة مش نقولها قبل ما يوفى ديريكت، هي راي الحلقة أو شو معناتها ثلاثة سوايع غير أربعة معناتها، وباقي الكلام مازال ما فيش، باقي مازال نحكي. أميمة فما كلمة خطينا باش نقولها لو سمحت عايشك. احنا بكي نحكيو على الأولياء، أنا ساعات الأولياء يسخفوني نعطيوهم ساعات راهو كما قلنا قلة معرفة ما يعرفش ولا ما عندوش جرأة ولا يخاف حتى إنه يغير، يقول لك اللي نعرفه حاجة نعرفها خير من اللي نتحول حاجة ما نعرفهاش. معناتها الخوف من التغيير في حد ذاته خاطر ما يعرفش التغيير هذاك شنو ينجم يجي من بعد، يمكن ما عندوش فكرة. انا في مدام علاقتي مع المراهق مش معلاقتي مع التلامذة مع الاولياء، يعني كي يجي المراهق هو تعب وهو قلق وهو ديجا صاير عليه عنف تلقاني بتاعتي بحدا تلميذ يعمل هكا ما عملت شيء انا راه ويعمل هكا، يعني مستانس شكون نجيب تتكلم يتكلم معايا، يعني الحوار مش متعودين كيفاش يحترموا بعضهم كي يجيوا يتكلموا. دونك انا نعالج في هذايا في القسم بطبيعتي. التلامذة والمراهقين والشباب بتاعنا اخرجوا من دور الضحية. ممتاز يا مدام أنس، من ركن الضحية، خاطر اذا كان انت اخترت انك تقعد غادي وباخطاء والا حتى ساعات حاجة ساعات اولياء تلقاهم عاملين مجهود ولا يحاولوا باش يغيروا وانت اخترت انك تقعد غادي راك مش تقعد غادي، اخرج من دور الضحية وشكرا. شكرا مدام، ربي يبارك فيك يعطيك الصحة. بالحق اني راهو اني ساعات تلقاني نحكي في مواضيع مع شباب معناتها في نفس العمر يقولوا لي يا اخي تحكي تقولش عليك عرش معرسه ولا عندك صغار وكل شيء. انا نقول لك طبيبه نفسيه لا ولا طبيبه نفسيه قالوا لي بس خايبوك طبيبه نفسيه يا اخي زلقت تحت ولد استاذه معناها عذر التفكير معناها
الحق أقولكم أقولها راو ما نحبش معناتها نهار آخر نعيش معناتها صحيح الواحد تربى راو كل شيء، لكن ماما وبابا كي ربوني ما يعرفوش معناتها الأمور النفسية وما يعرفوا حتى شيء معناتها، هذا الكل معناتها وحدي وحدي قاعدة تتعلم فيه معناتها كما قالت مدام أنس لازم الواحد يخرج من دور الضحية. كلمة مايوفة ديريكت لكل أم وبو، أنت أني ما أني في عمر صغير مانيش مؤولة باش نقول لك كيفاش تعامل مع ولدك، لك كامل الحرية، لكن أنت هاك منوراتك اللي طلعت فيهم للدنيا، أنت تحبهم حبهم بالطريقة الصحيحة، ما تخسرهمش لا تخسرهم لا بالعارك لا بالضرب لا بالعياد لا بحد شيء، هاك منوراتك تربحهم مش تربحهم، مش تقول كلمة كلمة تمشي في بالك أنت باش تخرج الغضب متاعك، ما تصيرش اكبتوا الغضب امشي خرجوا في بلاصة أخرى، أخرج عيط في الشارع، أخرج اعمل اللي تحب وحدك، لكن ولدك قول له كلمة إيجابية، كلمة سلبية تنجم تدمر له حياته الكل وتعيش وتوصل حتى للمرض الجسدي مش حتى مرض نفسي. وشكرا ميمة. نعم مدام نوال، أنا زاد نحب نقول كلمة للأولياء، أي تصرف وإلا أي كلمة قبل ما تقولها لولدك أعملها إسقاط على روحك، كان عجبتك وحسيت روحك يا الشيخ وفرحان قولها لروحك، ولدك هذاك اعتبره شريك معك في الدار. انا كما قلت لكم بنتي عمرها 5 سنين ديما نقول انت شريكتي في الدنيا، وبالحق نحس اللي هي سند لي في العمر هذا، انا ديما نقولها ونمتن لربي على خاطر بنتي هي اللي كانت لي سبب باش انا تبدلت وباش انا تعلم، فخليه يعني ولدك خلي ولدك هو يكون لك الدافع باش انت تتبدل، الدافع باش انت تطور من روحك، الدافع باش انت اذا عندك الام ولا مشاكل ولا حاجات من الطفوله نتاعك تشافي منهم على خاطر روحك وعلى خاطر صغيرك. وراه ما تقولش فات الفوت، راه عمره الفوت ما عنده اجال، راك نهار اللي تقرر راه هذاك الوقت الصحيح ليك والصغير، المهم ابدا، المهم خذ الديسيزيون وابدا وتوكل على ربك، ابدا والنهايه في ذهنك في مخيلتك. يعطيك الصحه مدام نوال، وكلمه صغيره كلمه صغيره اخرى، رد بالكم على بناتكم الجفاف العاطفي، هو وولادكم وأميمة وولادكم أولادكم تعرض للأولاد، ما إن شاء الله في حلقة أخرى نحكي على الأولاد، أما نفس الشيء راهو للأولاد، الابن أول حب في حياته هو أمه، الولد أول حب في حياته أمه، رد بالك يا أم على ابنك لأنك أول حب في حياته، إما باش تطلعوا عنده نفور وجفاف عاطفي أو باش تطلعوا محب للحياة ومحب ليك ويطلع عنده غرام فنان. وقت كلمة صغيرة وقت نشوف معناتها بنات 13 ولا 14 عام معناتها ماشيين في طريق غلط يمشيوا يلوجوا معناتها على الحب، 13 عام تلقاها تحب تعرس اهتمام بالحق، قول الحمد لله عاطفي يعمل كل شيء. ولا تفضلي مدام امال، الجفاف العاطفي يعمل كل شيء بالضبط، جفاف والاسمعني احنا قلنا جفاف عاطفي وال العاطفة والشحنات العاطفية راهي تعطيك من أحلى الأشياء في أبنائك في أبنائك وفي حياتك العائلية. شكرا مدام أمين، شكرا مدام أنس، شكرا مدام نوال، شكرا على الحلقة الممتازة هذه، وإن شاء الله في حلقة شيء على خير، إن شاء الله عليكم وعلى خير، إن شاء الله على خير مع فاطمة، باي باي، سلام.